سلام وأمان ورحمة وبركات عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسيتك، أيا كان لونك، وأيا كان فكرك. الحلقة دي أنا بعتبرها أهم حلقة بإذن الله هتكون في حياتك. أنا لا أعني أي دين معين، ولكن عايزك تكون منتبه إنها ممكن أو إن لم تكن هي أخطر وأهم حلقة في حياتك، فهي هتكون بإذن الله يعني نقلة نوعية لما تطبق اللي فيها على الدوام. وبالتالي مهم تركز معايا، اركن الآن أفكارك أو ثقافتك أو اللي أنت قد تكون تعلمته قبل كده، اركنه على جنب شوية، وبعد كده اسمع، ثم بعد كده قارن، بعد ما نخلص وفكر وأعمل عقلك. زي ما أنا بحب دايما، بلاش تكون رامي عقلك أو مسلم دماغك لحد، فكر في كلام كل إنسان، أنا ممكن أغلط، غيري ممكن يغلط، وبالتالي لا تتبع أي حد كده علشان ما يبقاش بيوديك في طريق غلط وانت مش واخد بالك. الحلقة دي انا بوجهها ليك كأخ ليا في الإنسانية، وان شاء الله يعني هتحللك حاجات كتير في حياتك وهتوضح لك حاجات اكتر. وانا يمكن الفترة دي انا بحاول بعد ما بعمل الحلقة ومحتاجة شوية تفكير او محتاجة مخمخة، اسيبك يومين ثلاثة علشان كده تتخمر وتتهضم جوه شوية عشان نخش على الليفل اللي بعدها. فأنا عمال الفترة دي أرفع سقف الصدمات شوية، أو الخبطات زي ما بعض الناس بيسموها، أو تكسير الأصنام اللي جاي لنا من الآباء والأجداد. فكل مرة إن شاء الله هنلاقي فيه تخبيط أكتر، والحلقات اللي جاية فيها تخبيط رفعت السقف على الآخر. الحمد لله الوعي النهاردة عمال يعلى جدا جدا، والناس أصبحوا بيتفكروا ويتأملوا، وبالتالي هيقدر بإذن الله يستوعب ويجد منها أو هياخد المفيد. وإذا ما كانش حاجة داخلة دماغه أو شايفها مش منتبه ليها أو مش عارف يدركها كويس، سيبها دلوقتي، اعتبرني غلطان، اعتبرها مش وقته، اعتبر أي حاجة، خد اللي انت استفدت منه واترك الباقي لغاية ما يعني تطبق، وهتلاقي إن شاء الله الموضوع أو الإدراك بقى عندك عالي. الحلقة دي لأنها مهمة فأنا عايزك تكون مركز معايا علشان فيها حاجات كتير محتاجة وعي الأول، محتاج أبين لك شوية قواعد عشان تكون فاهمها نظريا، وبعدين نخش في الجانب العملي عشان بجد تعرف تعمل الدعاء عمليا. الحلقة أنا ناوي أسميها الفوائد المذهلة للدعاء، كيف تدعو الله وتجد الإجابة، لأن كل الناس عارفين ربنا مجيب الدعاء بس لسه لم يجدوا الإجابة واقعة في حياتهم، أو وجدوها بس مش بالشكل اللي هم عايزينه. سيكولوجية الدعاء، ولأن الدعاء هو عملية نفسية، وكل الأوامر اللي في الكتب السماوية التركيز عليها في البداية للنفس ثم الجسد، فعشان كده أنا مسميها سيكولوجية الدعاء عشان تبدأ تفهم الموضوع من ناحية النفسية أو السيكولوجية. خلينا الأول نروح بقى للبورد بتاعتنا عشان نشرح حاجة بسيطة كده وتبقى الدنيا واضحة ليكم. لو قلنا الدنيا، هل هي اللي موجودة في الكون ولا في حاجة تانية بعدها؟ في حاجة تانية بعدها اسمها الآخرة. حلو كده؟ عشان كده ممكن تبقى دي اسمها الأولى، ممكن أكتب هنا الأولى، الأولى أو الدنيا، وممكن تبقى اسمها الآخرة أو العليا أو أعلى عليين. دي الدنيا من أسفل ودي العليا من أعلى، والاتنين دول يمثلوا الحياة اللي انت هتعيشها كإنسان. عشان كده بأكد ان الحلقة دي من أهم حلقات حياتك. فربنا سبحانه وتعالى لو شدينا خط بقى هنا كده بيبين حجم الدنيا قد إيه. لو ده خط الحياة، خلاص ده خط الحياة، حجم الدنيا قد ايه قدام حجم الاخرة؟ يعني لو احنا كده بنكون بنبالغ قوي، هتبقى دي الدنيا وهتبقى دي الاخرة، وده تعتبر مبالغة، ان الدنيا اقل بكتير من الجزء ده. حلو كده؟ دي الدنيا ودي الاخرة. كل انسان، يعني الكلام انا مش بتكلم هنا عن تشريع ديني، انا بتكلم عن مستقبلك وحياتك وسعادتك ونجاحاتك في كل حاجة. فالموضوع يخصك طالما شفتني، وربنا يسر لك انك تكون احد المشاهدين لهذا اللايف او لهذه الحلقة. طيب لما ربنا يقول لنا بقى، اله الكون يقول لنا وما خلقت الجن والانس الا ايه؟ ليعبدون.
حلو كده؟ طب يعبدون دي المقصود بيها المرحلة اللي هنا في الدنيا بس، ولا المرحلة اللي في الآخرة بس، ولا الاتنين؟ يعبدون المقصود بيها المنطقة دي والمنطقة دي، يعني الحياة كلها. فطالما أنت حي متواجد إذن أنت مخلوق للعبادة. عشان كده من زمان عملت، يمكن اللي شاف منكم سلسلة حلقات سميها بأسميها، اتكلمت في جزء عن موضوع العبادة، ولكن للأسف كنا مسجلين الحلقة تقريبا 35 دقيقة، وفي المونتاج خلوها 25، ففي حاجات مهمة اتقطعت فعملت بعض الخلل. فأنا مهم أوضحها هنا كبداية عشان وانت بتعمل عملية الدعاء تبقى فاهم كويس قوي وعقلك شايف الصورة، فتعرف ازاي تجد فعلا الإجابة واقع في حياتك ملموس. فربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عايز أقول لكم أن أنا كذا مرة في كذا لايف، كنت في كذا محاضرة كبيرة، ساعات بيبقى حاضر 5000 4000 أعداد كبيرة من الناس، كنت بسألهم يعني إيه يعبدون، وقعد أبص عليهم واضحك الكل عارف وحافظ أن ربنا خلقنا عشان نعبده، ولكن لو سألت 100 واحد ممكن يطلع لك 100 إجابة، كله بيفتي كله بيتكلم. وفي بعض الناس حافظين كلمات جميلة رائعة، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي كنا حافظينها وهو أحد التعريف المعترف بها في تراثنا الإسلامي، أن العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة وهو إلى آخره. أنا مش عايز أقول أن التعريف ده غلط، ولكن خليه موجود دلوقتي وهنفكر مع بعض هل هو أشمل، ولا ممكن في حاجة أشمل منه، ولا ممكن في حاجة عملية بسيطة نفهمها بصورة بسيطة أنا وإنت نفهمها بالشكل البسيط من غير ما نحط لها التعريف النظري أو الأكاديمي ده. لما واحد يكون بيعبد الشيطان معناها إيه؟ أنا عايز أعرف أنا بعمل إيه. وبعدين يعبدون أو العبادة هم أول حاجة بالنسبة لي شايفها أن هي جانبة الصواب، ان هم قالوا اسم جامع، لكن العبادة فعل. انا بعبد، انا عايز اعرف اكون بعمل ايه، ايه اللي انا لما اكون بعمله بقى اسمي بعبد. ويعني ايه بعبد الشيطان؟ يعني ايه بعبد هوايا؟ يعني ايه بعبد الله؟ حلو، ما هو انا خلي بالك انا مخلوق عشان اعبد، ودي حتة خلي بالك منها كويس قوي، انت مخلوق هتعبد، فان لم تكن تعبد الله فانت بتعبد حاجة تانية، تعبد الهوى، تعبد الشيطان، فانت في حالة عبادة على الدوام. يبقى اول قاعدة هناخدها من الآية دي ان طالما انت مخلوق حي فانت على طول في حالة عبادة، اما تكون عبادتك لله فهتلاقي حياتك جنة، او عبادتك لغير الله فهتلاقي حياتك جحيم. هدي مثال بسيط جدا يوضح الصورة. اللي عندهم سيارات، اللي هيشتري سيارة فالسيارة لازم تكون على طول متصلة بالشركة المصنعة عليها الشركة، خلاص؟ طول ما السيارة متصلة بالشركة أي حاجة تبوظ فيها تاخدها من الشركة أصلية هتلاقي السيارة زي الفل ورائع رائعة وعلى الدوام كأنك لسه جايبها زيرو. لكن هتروح تجيب حاجات من شركات تانية تقليد هتلاقي الدنيا بتبوظ والأداء والكواليتي بتاعها مش حلو ويحصل مشاكل كتير ولخبطة كتير، زي زمان لما كنا بننزل ويندوز مسروق، الله يسامحنا بقى والحمد لله ربنا تاب علينا، دايما مشاكل ولخبطه وتهنيج وتقطيع والكمبيوتر بايظ وحاجات بتبوظ، ويا ما ضاع مني داتا وضاع مني حاجات مهمه جدا وانا مش واخد بالي او مش منتبه. لما الواحد بدا ياخد الحاجه الاوريجينال الشركه عاملاها بالطريق الحلال او بالطريق الصح، ايه اللي حصل بقى؟ الموضوع سالك وسهل ويسير وربنا وفقنا بصوره رائعه. النقطة اللي عايزك تبقى واخد بالك منها، احنا لسه في الشرح بتاع يعبدون عشان تبقى عارف انت هتعمل ايه في الحياة. يعبدون هنا في حاجة خطيرة جدا بعض الناس بيقولوها، بيقولوا مثلا الدعاء، بيقولوا مش واضح هنا، حاضر كويس انك نبهتني، سلام على المخرجين المصحصحين، ناخدها فين 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 الحتة الفاضية الشمال؟ طب يلا ناخدها هنا. في مقولة شهيرة أن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة. يمكن أول مرة اتكلمت عن الموضوع ده كانت 2008، وحصل مشاكل مرة. حد أقول لكم حتة كده سريعة، كان مرة عندي محاضرة تقريبا 2008
ايام صناع الحياه 2007 حاجه زي كده، يا 7 يا 8 يا 6 مش فاكر بالظبط سنه كام. فبقول للناس في المحاضره نحن خلقنا لكي نستمتع. قام واحد قايل لي ايه اعوذ بالله، وقام قايم كده يعني كانه انا عملت مصيبه. فقلت له بس اهدى بس كده وركز، انا اقصد بالمتعه اللي في دماغي غير القذاره اللي في دماغك. قال يعني ايه؟ قلت له انت، انا بقول نحن خلقنا لكي نستمتع. يا رب، قال استغفر الله العظيم يا رب اعوذ بالله حاجه زي كده. فقلت له اكيد المتعه اللي عندي غير المتعه اللي عندك، كل واحد بيطلع اللي جواه. وبعدين فقعدنا نتناقش، فقال لا ربنا خلقنا عشان العباده. قلت له طيب ولما تعب العباده ايه اللي هيحصل لك؟ قال يعني ايه؟ قلت له انت العباده ده فعلا انت هتعمله عشان حاجه بقى. حلو كده؟ النتيجه، يعني العباده فعل عشان تحصل على نتيجه. ايه هي النتيجه؟ قال لي اخش الجنه. قلت له يعني ايه الجنه؟ تبقى تعيش في الجنه؟ قال لا سعيد وخلاص. اذا احنا مخلوقين عشان السعاده، فاحنا في حاجات هنعملها عشان نكون سعداء. عشان كده اساسا هتلاقي النهايه لما ربنا بيتكلم عن النعيم وعن الرزق وعن نتيجه اللي انت بتعمله في الاخر، لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون، عشان تكون في شكر. يعني ايه؟ انت في قمه الاستمتاع، في قمه الراحه. نرجع بقى لموضوعنا. فاللي حاصل بقى ان في حديث نبوي مش عارف ليه في ناس كتير ما بيذكرهوش، وكان لما كنت بتكلم عنها زمان يمكن 2009 زي ما اتفقنا 2008 كان في ناس مستغربين ان الحديث ده موجود اصلا. الدعاء هو العباده. الدعاء هو العباده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان ندعوه فيستجيب لنا، فنشكر فيزدنا، ونفضل على طول في حالة دوام وفي حالة دائمة من السعادة ومن المتعة. عيد تاني، خلقنا علشان ندعوه فيستجيب لنا، فناخد اللي احنا عايزينه ونسعى بيه ونشكر فيزودنا، وهنفضل في الدرجة دي طول الوقت. حلو، نرجع لموضوعنا ثانية واحدة كده. اللي بيفسروا العبادة صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة، هسألهم سؤال، التفسير ده ينطبق على المرحلة بتاعت الدنيا بس ولا ينطبق على مرحلة الآخرة؟ يعني احنا في الآخر في الجنة هنكون بنصلي ونصوم ونزكي ونعمل عمرة والكلام ده؟ أكيد لأ. إذن مش هو ده معنى العبادة. يعني إيه؟ يعني اللي انت بتعمله من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو عمرة أو الأعمال اللي انت بتعملها، اسمح لي أقول لك إن دي مهم تكون بتعملها عشان تنظف الطاقة بتاعتك عشان تساعدك على العبادة. يعني لو أنا النهاردة قلت لك شركة موبايل صنع موبايل، والموبايل ده علشان أنت تستخدمه، الاستخدام هو العبادة لو ده معنى العبادة، خلاص؟ فأنت عشان تعرف تستخدمه تشحن الموبايل كل ما بطاريته تخلص. وبالتالي ركز معايا بقى، أنا علشان أعمل العبادة اللي هو أستخدم الموبايل وأتكلم فيه بقى وأكلم الناس، هحطه في الشاحن علشان أشحن. طيب يبقى أنا مخلوق عشان أتشحن؟ يعني هل أنا مخلوق عشان أصلي؟ هل أنا مخلوق عشان أزكي؟ هل شركة الموبايل صنع الموبايل عشان تشحنه؟ هل شركة السيارات صنع السيارة عشان تحط فيها بنزين؟ الله، أمال إيه؟ انت بتحط بنزين، انت بتشحنه، انت بتصلي، انت بتزكي علشان تعمل العبادة. فالمصيبة لما يتم تقديم النسك، ده اسمه نسك في القرآن، النسك اللي انت بتعمله على انه هو ده العبادة، مع انه هو ده البنزين اللي المفروض تقوم تعمل بيه العبادة، ومعظم الناس للأسف مش منتبهين ليها وما بيعملوهاش. نرجع لموضوعنا تاني. لو يبقى خلاص بقت الموضوع واضح دلوقتي، الفرق ما بين النقطتين او الحياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، يبقى كلمة عبادة مهم اكون فاهم انها شاملة نوعين الحياة، واي تعريف تحطه يكون فاهم الحتة دي او يكون شارب الحتة دي. عشان كده انا من وجهة نظري معنى كلمة العبادة هنقول لها بس مصطلح كده سريع شوية، الاستمداد. ان انا بستمد، خلاص. انا لما عملت الحلقه بتاعت سميها باسميها اتكلمت على استمداد المعلومات، بس انا هنا بقى هتكلم بوعي اكتر، هي الاستمداد للطاقه. والطاقه كلمه اشمل من كلمه معلومات. الطاقه شامله، الطاقه شامله، فكر شامله، معلومات شامله، الهامات شامله، كل ذبذبات انت بتستمدها. وبالتالي
النقطة المهمة الخطيرة لازم تكون فاهمها ان كلمة اعبد معناها استمد من. وبالتالي لو انت النهاردة متنرفز وفي قمة الغضب ويعني دمك فاير كده وزي ما بيسموها دمك محروق، وبعدين قمت عامل عمل في اللي قدامك، ثانية واحدة بقى، ايه العمل ده؟ سامحته. لو انت سامحته، انت الان استمديت معلوماتك عشان تعمل الفعل ده من مين؟ من الاله، لان ربنا امرنا بالعفو. يبقى انت في اللحظة دي بتعبد الله. طب ثانية واحدة، انت متنرفز، قمت منتقم منه، قمت فضحه، انت الان في اللحظة دي بتستمد المعلومات اللي انت عملتها من مين؟ من الشيطان، من الهوى. يبقى انت في اللحظة دي بتعبد الهوى. حلو؟ انت جعان رايح تاكل، ثانية واحدة، انا هاكل من الطيبات، الاكل ده طيب وهيدخل ينظف جسمي ويحيي خلاياي ويفيدني ولا لا؟ لو انت بتعمل كده يبقى انت بتعبد الله وانت بتاكل. طيب لذيذ، طعمه حلو جميل، يبقى انت بتعبد الهوى. فتشوف في الاعمال اللي انت بتعملها انت بتستمد معلوماتك منين، بتستمد الطاقة المحركة ليك من مين؟ من الهوى، من الشيطان، ولا من الاله؟ ده معنى العبادة. خلاص كده؟ يبقى كلمة العبادة الاستمداد، وده تمهيد عشان هنخش في تعمق اكتر ان شاء الله. اي يعني اي مصدر بتستمد منه طاقة، بتستمد منه معلومات، يبقى اسمها بتعبده. هدي مثال اوضح شوية، ثانية واحدة كده، انا قاعد مزنوق مثلا ماديا دلوقتي وعايز فلوس، فقاعد يا فلان ممكن تعمل لي كذا، يا فلان ممكن تساعدني. انا هنا بستمد الفلوس من مين؟ بستمد النجاة من مين؟ من فلان، من علان، من وظيفة، من كذا. فانت من غير ما تاخد بالك انت الان تعبد اللي انت مستني تستمد. لما واحد يقولك ايه، انا بس هيجي لي فلوس وهعمل كذا، ولما يجي لي فلوس هعمل كذا، انا مستني فرصة، انا مستني فرصة. يعني انت عايز تفهمني ان اللي قاعدين مستنيين فرصة، مستنيين تعدل الظروف، مستنيين الحياة تتفتح قدامهم، ده بيعبد الفرصة؟ طالما انت بتستمد منها الطاقة اللي هتحركك، طاقة مادية بقى هنا، او طاقة علاقات، او طاقة تسهيلات، اي طاقة انت قاعد بتستمدها ومستنيها، هنا معناها العبادة. عشان كده ربنا بيقول ضل من تدعون الا اياه. اللي انت قاعد بتدعيه ده، سواء كان شخص سواء كان فكرة في دماغك تستمد منها المعلومة، هيضل إلا لو أنت متصل بالإله. الكلام للملحد، الكلام لكل أتباع كل الرسل. فاسمع بروقان، أنا هنا مش بعني أي دين دلوقتي، أنا بتكلم عن سيستم خالق الكون خلقه، زي ما تكون عربية مصنع خالقها، موبايل شركة عاملاه. فاسمع معايا بروقان، انسى المعلومات اللي الآن في ذهنك عن الدين، لأن للأسف في ديانات كتير متقدمة بشكل مشوه. فأنا عايز بس أطلع الموضوع دلوقتي من الشكل ده عشان تفهم اللي أنا هقوله، وبعد كده ركبه على الشكل اللي أنت عايزه بعدين عشان تعرف تقارن. يبقى ببساطة تاني، أي حاجة أنا بستمد منها، يعني ثانية واحدة، لما أنا أكون بستمد الأمان من أبويا يبقى أنا بعبده. عشان كده لما أبويا لا قدر الله يموت هتتزلزل وتترجى وتحس إنك هتموت ومش عايز حاجة من الدنيا. يعني معلش أنا آسف هقول كلمة صادمة شوية، مصيبتك مصيبة يا كل من، فلان مات من الزعل مت وراه، بيصدروها لنا الآن على إنها الله قمة الأخلاق، قمة الحب، ده قمة العبودية لشخص من دون الله، لدرجة إنك وقفت اختبارك في الدنيا ودمرت حياتك وأنهتها لما هو سلم ورقته وخرج. ده مصيبة، وبتتقدم في الإعلام على إن الله ده من كتر حبه ليها مات بعدها بيومين، أو من كتر حبه ليه حبها ليه ماتت بعده بيومين ثلاثة. ده مصيبة ذرية. عشان كده دلوقتي تلاقي بعض العبارات لك إيه، ده أنا بعبده، تعبير عنه بحبه، بيستمد منه كل حاجة، بيستمد منه الحنان، بيستمد منه الأمان، بيستمد منه السعادة. ده عبادة رسمي، ده التعريف الحقيقي بتاع العبادة، الاستمداد، إن أنا بستمد طاقة معلومات أو وعي بصورة رائعة. طيب ثانية واحدة بقى، هنسيب الاسم او التعريف بتاع الاستمداد ونرسم البطل بتاعنا اللي احنا يعني
متعودين عليه بطل المشهد بتاع السلسلة دي من اللايف. ده البطل بتاعنا، عايزين نديله اسم، نفكر في اسم بعد ما نخلص كده، نديله اسم كده نتفق عليه ان شاء الله، ويكون اسم بتاعنا، ما يكونش اسم في بشري متسمي بيه عشان لو عايزين نخبط فيه نتضايق عليه ونلخبط يبقى احسن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نرجع للموضوع بتاعنا. احنا اتفقنا ان انا دلوقتي كبني ادم يحيط بيا مجال من الطاقة. المجال ده لما انا اعمل اشياء سيئة او ذنوب بيسود خلاص، وده الظلام، معنى الظلمة والظلمات والظلام. ولما انا اعمل اشياء خيرة، افعال حسنة، استغفر، بينضف، وبالتالي يبقى مجال نوراني. عشان كده زي ما قلنا في حلقتين اللي فاتوا، الاستغفار والتوبة، الدعاء الشهير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل عن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وامامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا، بحيث يبقى كلي نور. ركزوا معايا بالله عليكم بقى، وعايز اقول هنا معلومه مهمه جدا جدا جدا. يلا، هي معلومه صدمه، فاستعدوا لها كده عشان ايه. بسم الله، دي اول مره اقولها على الملأ، فان شاء الله تستوعبوها بوعي. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بكلام يصلح لكل زمان ومكان وكل مرحلة وعي في كل الكتب اللي ربنا أنزلها مع الرسل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لن تجد طريقة عمل أي أمر في الكتاب السماوي. إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ بالراحة كده وإهدى وركز معايا عشان ما حدش يلخبطك ولا يضيع لك حياتك. كل أمر سماوي بحسب الوعي الحالي بتاعك اعمله، ما تخليش حد يركب لك الوعي بتاعه ويخليك تعمله وانت مش مرحلة الوعي دي. هيبقى الموضوع تقيل عليك، هيسوقك، هيضايقك، هيبقى لود عليك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في أمر قرآني، كلوا واشربوا، ده أمر، وكلوا واشربوا موجود في كل الكتب اللي ربنا أنزلها لنا. خلاص كده، خلي بالك، هو ليه ربنا بيقول لنا كلوا واشربوا؟ لأن احنا جايين ضيوف في الأرض، هو ملك الكون، وبالتالي أنا ما ينفعش أعمل أي حاجة لما يأمرني، يديني permission، يديني الموافقة أن أنا أعمل. فهو قال كلوا واشربوا، طالما قال كلوا واشربوا يبقى أنا هعملها كتنفيذ لي، مش هاكل بمزاجي. ما ينفعش ادخل بيت حد واقوم رايح واكل كده من غير ما هو يقول لي حتى او استاذنه. فهو اداني الامر كله واشربه. سؤال هنا بقى، لو بيبي لسه مولود حالا هينفذ كله واشربه ازاي؟ الامر ليه على فكره لكل البشر. هيرضع من ثدي امه، يبقى طريقه تنفيذ الامر بما يتوافق مع وعي البيبي انه يرضع. يبقى لما يكون بيرضع هو الآن بينفذ أمر الله كله واشربه. ممتاز. كبر شوية نقدر نبدأ ندخله بقى بعض الفاكهة، بعض الخضار المسلوق، يشرب مية. ده كله واشربه الآن بينفذها، وتغيرت الطريقة بحسب تغير الوعي بتاعه، وهو لازال ينفذ أمر الله كله واشربه. طيب كبر شوية، يقدر بقى ياكل حاجات، ممكن يعمل له عصيرات، نضرب له حاجات في الخلاط، ياكل بالشوكة والسكينة، يقعد يعمل اتغير الطريقة، وبالتالي بينفذ نفس الأمر بحسب وعيه. كبر خالص بقى وبقى شاب، بيبدأ ياكل أكتر بالشوكة والسكينة. طب ثانية واحدة بقى، ياكل بالشوكة، ياكل بالسكينة، ياكل بالعصايتين بتوع الصيني، سوشي مثلا او الاكل الصيني، يشرب بالشاليمو، اعمل اللي انت عايزه، المهم نفذ امر كله واشربه. هو ما حددلكش طريقه. كلت بالشوكه براحتك، كلت بمعلقه براحتك، كلت بايدك براحتك، شربت بشاليمو براحتك، شاليمو بلاستيك براحتك، شاليمو خشب براحتك، شاليمو اللي هو ال 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 الاسترو، انا بجيب بالعربي ايه اللي بيسموها الشفاطة او الماسة. المهم براحتك اللي انت عايزه، المهم نفذ امر كله واشربه. حلو، ركز معايا بقى.
تعبت دخلت مستشفى، ما ينفعش تاكل، المعدة تعبانة، فهيحطوا لك جلوكوز في الدم. ده تنفيذ كله واشربه بحسب وعيك، بحسب مرحلتك الحالية. وبالتالي نفس أمر كله واشربه لكل مراحل الوعي بيختلف الطريقة. المصيبة تحصل لو جه حد من مرحلة وعي شباب وبقى عايز البيبي ياكل ويشرب زي ما الشاب بياكل ويشرب، ويقولك هي دي الطريقة ويقنعك بيها، وهي دي أحد أكبر مصايب ما تورث من الآباء والأجداد، إن في مراحل وعي مختلفة والكل بيكتب، وبعض الناس بياخدوا وينقلوا لنا، فوصلوا المرحلة إن بدأوا ينقلوا مراحل وعي بعض الناس بقت صعبة عليهم أو مش فاهمينها أو هي مش حقيقية ولا تمت لحياتنا الآن بصلة. إحنا مطالبين بقى كل ما الوعي تطور، كل ما الأساليب تطورت، كل ما التكنولوجيا زادت، استخدمها للتطبيق. هدي مثال تاني، لو أنا النهاردة عندي أمر مهم، الحتة دي يكون واضحة عشان تبقى فاهم أنت بتعمل إيه، وعشان تكون فاهم إن محدش يقدر يحتكر طريقة معينة ويقولك هي دي أحسن حاجة أو أفضل حاجة. خلاص، يمكن أنا متعمد، أنتوا عارفين مش عايز أدي تخبيطة بس ما علينا، أنتوا عارفين إن الناس بتتشد بالمسميات، فأنا حاطط الطريقة الصحيحة لكذا عشان تشدك فتبدأ تتفرج، لكن مين قال الصحيح؟ أنا الصحيح بالنسبة لي ممكن أنت تبتكر طريقة أعلى منها وأفضل منها، وبالتالي بس هو ده عنوان عشان يخليك تبقى منتبه فتبدأ تجربها وتطبق عليها، لكن لا يوجد بشري على وجه الأرض يحتكر الصواب ويسمي الحاجة اللي بيعملها الصحيح أو الصحيحة. مش عايز أخبط بقى، المهم فاللي أنا أقصده أنت أكيد فهمت، لأن بعض الناس في التراث سموا الكتب بتاعتهم صحيحة، فالناس بقت ماسكة هو اللي مسميه أصلا، فأنت الناس بقت ماسكة وراحت واقفة قدامه وخلاص، بقت هي دي الصح وأي حاجة تانية غلط. فاللي أنا أقصده إن مهم أكون واعي إن لا يوجد بشري على وجه الأرض يحتكر الصح لنفسه، هي طرق أنت بتعرفها وكل واحد بحسب مرحلة وعيه. وليه بقول التمهيد ده؟ علشان تبقى فاهم إن أنت لقيت اللي بيتقدم صعب عليك يبقى مش مرحلتك. هقول لك تعمل إيه، وخصوصا في موضوع الدعاء طبقته هتلاقي الموضوع بقى سهل عليك وتبدأ تتدرج وتستوعب أعلى وأعلى بإذن الله. هدي مثال على لو أنا النهاردة قلت لك مثلا ابعت جواب لفلان، ده أمره، ابعت خطاب لفلان أو بلغ فلان بالمعلومة الفلانية. أنا النهاردة قاعد معك من مثلا 2000 سنة وبقول لك بلغ فلان المعلومة دي، فأنت هتنفذ الأمر، هتبلغ، هتعمل إيه؟ أتصدق ده في أمر بأن أنا أبلغ؟ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طب ربنا أمرنا أبلغ، أبلغ إزاي؟ ده أمر قرآني أهو، ده في الدين معايا. هبلغ زمان إن أنا ممكن أقول لفلان يروح ينقل على فلان، دي طريقة تبليغ، أو أقعد أكتبها على ورق بردي ولا أكتبها على حجرة وانقشها على حجرة واديها لفلان يديها لفلان، دي طريقة تبليغ. العلم اتطور بعد كده، تم اختراع الورق، ممتاز، هكتب على ورقة، دي طريقة تبليغ، هرسلها بحمام زاجل، دي طريقة تبليغ. العلم اتطور بعد كده، شريط كاسيت، طريقة تبليغ، بقى في فيديو، طريقة تبليغ، بقى في انترنت، طريقة تبليغ، بقى في كل دي طرق مع اختلاف الوعي تنفيذ الأمر. ودي من أعظم نعم ربنا علينا، يبقى الأمر كما هو والتجديد يكون في طريقة تنفيذ الأمر، وهو ده المعنى الحقيقي، إن ربنا بيبعث على رأس كل 100 عام حد بيجدد الطريقة للأوامر عشان تتناسب مع الوعي الحالي اللي بقى موجود في الأرض، لأن الوعي بيتغير تقريبا كل 100 سنة بصورة شاملة، وأكيد هتشوفوا الفترة الجاية من 100 سنة الجايين مع يعني كورونا يعتبر بوابة الوعي جديد دلوقتي، فالفترة اللي جاية مختلفة تماما من الوعي عن الفترة اللي فاتت، وهتلمسوها إن شاء الله في حاجات كتير. فأنا مهم أكون واعي بقى إن أنا الطريقة ما ينفعش حد يجيلي، يعني بعض الناس اللي أنا هقول كلمة وياريت لو انت منهم ما تزعلش مني، بس هو وصف للوضع اللي انت فيه، انا ما اعرفكش فانا مش بغتابك، انا بوصف حالة معينة. بعض الناس اللي بيتخشب يقولك لا لا ما سمعنا بهذا من قبل، يعني ايه انا ما شوفتش انه هم بيعمل كده، هم الصحابة عملوا كده. يا عم هم نفذوا بالوعي اللي عندهم واحنا هننفذ بالوعي اللي عندنا، ايه المشكلة؟ انا بنفذ الامر. وهقولك قاعدة بقى، كل اوامر الله في الكتاب منطبق عليها هذه القاعدة. علشان كده وهقول لك آية للأسف بتستغل خطأ وبتقال خطأ، فاسمعها بوعي دلوقتي وبتركيز.
لا تسألوا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وللأسف بيقفوا هنا ما بينتزعوا الآية من سياقها، ما بيكملوش السياق. يعني إيه الكلام ده؟ اسمع السياق بتاع الآية واعرف ربنا بيقولك إيه. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، أنا مش فاكر هي أولها يا أيها الذين آمنوا، لا مش فاكر عشان بس مكونش ألخبط. لا تسألوا، هبدأ من لا تسألوا، بس أول الآية هرب من دماغي دلوقتي. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لأنها مش في مرحلتك لسه، المرحلة الوعي عندك معليش، وبالتالي لم تتنزل المعاني جواك عشان تفهمها، فهتضايقك. هي مرحلة أعلى، ركز كده. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يعني إيه الكلام ده؟ عارفين كلنا بنسمع آيات كتير من الكتاب، ولكن في لحظات معينة تسمع آية تحس إنها تنزلت وكشفت لك حاجات، هنا معناها مرحلة وعي عالي. مرحلة الوعي انت لما بتعلى في الوعي معناها الحاجات بتتنزل، لان ربنا حاطط الرزق كله في الكون، كل ما انت وعيك يعلى انت بتعلى، فبالنسبة له هو بيتنزل بينزل درجة، يعني انت بتعلى حلو كده، فانت كل ما تعلى هو ينزل، كل ما تعلى هو ينزل، فكل ما يحصل تنزل معناها انت تزداد في الوعي اعلى واعلى. وبالتالي هعيد بقى، آية موجودة قدامك وحد فهم المعنى بتاعها بطريقته، ده وعيه، انتبه كده، هو مطالب بتطبيقه مش مطالب ان انت تطبق الوعي بتاعه. خلاص بعد كده قال لك وبينها لك، او انت قعدت تسال يا عم مش وقته بس طبق دي وبعدين اقول لك دي، لا لا انا عايز اعرف، في بعض الناس الفضول بيحركهم، وانا عملت حلقه قبل كده قلت لكم الفرق بين اسئله المصير واسئله الفضول، فيا عم مش وقته مش مرحلتك، لا لا بس قول لي، فيقعد يسال فيقوم قايل له حاجه تلاقيها مكلكعه وبقت تقيله عليه. طب يا عم ربنا بيقول لك عفى الله عنها، هي دلوقتي مش واضحه، لما يتنزل هتبان هتوضح، وبالتالي خد اللي واضح عندك الآن بحسب مرحلة وعيك. عشان كده يا جميل، الكل مطالب بالتدبر والكل مطالب بالتفكر. اعرف المحرمات، اعرف العقوبات عشان تحمي نفسك منها، وتدبر لكي تطبق بمرحلة وعيك، وإياك حد يخوفك أو يرعبك ويصدر لك مرحلة وعيه أو فهمه على إن هو ده الدين. عشان كده هقول القاعدة اللي دايما أفكر بيها دايما، الدين هو النص، فهم البشر للنص مش دين، وهي دي اللي عاملة الخلافات الكتير اللي حصل الآن في الأرض واللخبطة اللي حصل، لأن ده كله علم نفس على فكرة، الوعي والإدراك والكلام ده كله سيكولوجي. فلما انتزع زمان كانوا علماء الفقهاء القدامى كدارسين النفس البشرية وعاملين فيها كتب رائعة عن النفس، لما تم بقى التخصيص ونزع العلوم من تكاملها وبقت كل حاجة متفرقة، فالدنيا لخبطت وبقى في إدراك خاطئ. نرجع بقى للصورة بتاعتنا، عشان مهم جدا كنت أشرح الحتة دي عشان تبقى الرؤية بالنسبة لك واضحة. فاللي بيحصل إيه؟ أنت هتعمل الدعاء. لو أنت ما كنتش تعرف الحلقة دي، مهم إنك تكون بوعيك وبفطرتك بتتفكر وتدعي ربنا بالشكل اللي عايزه، لأن بعض الناس للأسف، يعني خليني أقول حتة عشان دي حتة خطيرة قوي، بعض الناس، ودي من منظور نفسي لازم أبينها عشان ربنا يحاسبني عليها، أصبحوا بيتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى بنفس وجهة النظر للتعامل مع الملوك والحكام والرؤساء في العصور المختلفة. فالحاكم أو الملك أنت عشان تدخله بتعمل بروتوكولات معينة، بتعمل حاجات معينة، صياغات معينة، ديباجات معينة، فهم فهموا خطأ أن إله الكون لازم أنا كمان أعمل كده، وإلا مش هيعبرني أو إلا مش هيبصلي. وللأسف ناس كتير بدأوا يصدروا المفاهيم دي وتحط فيها حاجات كتير بصورة سلبية زائفة، زي مثلا إيه، بعض الحكام يحب أن أنت عشان تدخل ويكرم عليك تقعد، أنا آسف في اللفظ، يعني تنفخ فيه، تتكلم كلام إيجابي، تقعد تمدح. بعض الناس يقعدوا يعملوا أشعار كلام في مدح وثناء عشان يكون مبسوط، فبقدر انبساطه يغدق عليك ويهب ليك بالحاجات بقدر اللي انت عملته. فتلاقي بعض الناس اللي عندهم الموروث ده في ذهنهم عن الخطاب مع الملوك والرؤساء، تلاقيه لو هو رجل دين بيصدر لك الدعاء انك تعمل كده انت كمان، اقعد انت كمان اعمل كده مع ربنا واعمل كذا واثني عليه وامدح فيه وقول كذا علشان يستجيب الدعاء. ايه الكلام ده؟
انتوا يعني هكرر الكلمة دي كتير طول الحلقة، وما قدر الله حق قدره. ايه ده؟ بعض الناس يقول لك لا ده انت لازم تعمل صياغة معينة ولازم تعمل ديباجة معينة عشان ايه يا عم في ايه؟ ده دعاء. يعني انت لو عملته بالصياغة العامية، والله لو عملته بالانجليزي هيستجاب. في ايه؟ ده ربنا في القرآن جايب امثلة الكفار. يعني في كفار كانوا في مصيبة خلاص، وبعدين دعوا الله مخلصين فلما نجاهم اذا هم يكفرون، خلاص كفروا تاني. في ايه؟ ابليس دعا واستجاب له، ابليس قاعد يعمل ديباجات، في ايه؟ وبالتالي النقطة الخطيرة بقى ان بيتم التقديم، ودي من اخطاء الموروث للأسف او المتوارث المجتمعي، ان بيتم التقديم ان انا بتعامل مع الاله كأنه حاكم من حكام الارض، ونسوا القاعدة الخطيرة. يعني انا يمكن هقولها ما تعمقتش فيها قوي عشان اشوف كل الدلائل بتاعتها، بس انا مرتاح لها نفسيا فهقول، وانت ابحث، قد اطلع خطأ في الحتة دي، ابحث وشوف. كل ما ينطبق على حكام الارض الله عكسه. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كان الحاكم انت محتاج تمهد له وتمدحه علشان يستجيب لك، لا الله ممكن مباشرة على طول يستجيب لك، خش في موضوع على طول، مش مهم تقعد تمهد. الحاكم محتاج واسطة، ممكن تدخل له حد كبير عشان يعني يثني عليك ويبدأ يستجيب لك، اوعى حد يضحك عليك ويدخلك شريك مع الله زي ما بدأ يتقال لك حط الرسول عشان يستجيب لك، ده كلام فاضي وشرك مع الله. خلاص الحاكم ان انا محتاج اقول صياغة معينة وديباجة رسمية معينة عشان اقدم طلب او يستجيب لي، يعمل كده مع الله ويديك صياغات بقى وتقعد تحفظها ويكتبوا كلمات باللغة المجعلصة الفصحى. انت ممكن تتكلم زي ما اتفقنا بالعامية البسيطة على فكرة من غير ما تفتح بقك، بس ادعي هيستجيب لك حتى ما فتحتش بقك يا سيدي. خلاص فكل ما هتبص على الحكام ورؤساء الارض اعمل عكسه، تعرف ان هو مع الله سبحانه وتعالى. حاجة تانية مهمة كمان، الحاكم علشان تروح تقابله هو بيحدد لك ميعاد وبيحدد لك التوقيت وبيحدد لك شكل اللبس اللي هتكون لابسه، ما ينفعش تكون رايح لابس شورت مثلا، ولا لابس لبس تريننج سوت، ولا بدله رياضه مثلا، ولا بيجامه معايا. ما ينفعش تقعد دلوقتي اللي انت عايزه. ده بالنسبه لحكام الارض، الله سبحانه وتعالى هو الملك الواحد في الكون، اللي انت بتحدد هتقابله امتى، وانت بتحدد هتقعد معاه قد ايه، وانت بتحدد هتمشي امتى، وانت بتبقى لابس اللبس اللي انت يا سيدي. حتى لو عريان هيستجيب لك برضه. يلا سيدي. وبالتالي مهم الاول تشيل وتنظف كل الاشياء السلبية اللي في الدماغ او المعلومات الغلط، وانا قلت لكم كذا مرة وبعدها كل شوية من اجل الذكرى، اي مشكلة بتحصل في حياة اي انسان، اي لخبطة بتحصل في حياته ليها حاجتين او سببين هما اللي عاملين كده. واحد، نقص معلومات. اتنين، معلومات مغلوطة. لا يمكن يحصل لك مشكلة في الارض الا لو انت داخل في الحاجتين دول، يعني عندك نقص معلومات، معلومات ناقصة، وهنا نتكلم فيها معظم الناس اللي لا يجدوا استجابة الدعاء عندهم نقص في المعلومات، مش عارفين يعملوها ازاي، في حاجات ناقصة عندهم، ومعلومات مغلوطة، عنده حاجات غلط ملخبطة له الطريقة وبالتالي بيعملها لانه مش فاهم حتى المعنى. فانا هشرح لك المعنى وانت عامله بطريقتك، بس مهم تبقى فاهم المعنى صح، ما يبقاش المعنى متحرف في ذهنك، لان لو اتحرف المعنى معناها لبست نظارة هتخليك ترى غير الحقيقة، فالبيان مش هيشتغل. فمهم تكون واعي للحاجتين دول عشان تبقى الرؤية بالنسبة لك واضحة. خلاص كده؟ طيب انتبه بقى، انت الان ده صديقنا الحالي اهو، وانت الان حواليك هالة، الهالة مهم تكون بتنظفها من هذه الأشياء السوداء الناتجة عن ذنوبك وسيئاتك عشان تبدأ تحقق اللي انت عايزه في حياتك. انت في الأرض بقى، همسح بس الحتة دي، انت في الأرض موجود علشان ايه؟ وركز معايا بالله عليك بقى عشان الكلام هنا هيبدأ يتقل. انت هنا جاي علشان دي الأمبريلا أو الغطاء اللي بيشمل اي عمل انت بتعمله، دي الامبريلا او الغطاء اللي بيشمل اي عمل انت بتعمله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العبادة هي سعي، الزكاة سعي، اي عمل انت بتعمله هو نوع من السعي. فمهم تكون فاهم بقى، ودي انا شرحتها لكم اللي حضر معايا كورس قوة الكلمة التفكير،
فاهم المعلومه دي من زمان. السعي نوعين وللاسف ناس كتير مش واخدين بالهم منهم. اول سعي، سعي النفس، وده اهم واخطر سعي. السعي الثاني سعي الجسد، معلش في غلط، سعي الجسد، وده اللي معظم الناس بيركزوا عليه لما يقولك يا عم شد حيلك اشتغل اعمل، بيركز في دي وبينسى دي، مع ان خلي بالكم دي 99% من تحقيق الشيء ودي 1% من تحقيق الشيء. اي هدف في الدنيا 99% سعي نفس و1% سعي جسد. خلاص يمكن كنت زمان بقولها 95 ومع زياد طلعي ببين لهم عشان بقدر اشرح هي 99، فانا بس هقولها دلوقتي 99 وبعد كده اللي هيتعمق بقى بعد كده ويستفيد اكتر في الكورسات هيعرف ال بنسميها الساينس بيهايند او المعلومات العلميه اللي وراء الاستنتاجات او القواعد دي. طيب يبقى ركز معايا بالله عليك، اي سعي في الكون لازم تكون بتعمله هو سعي نفس وسعي جسد. اديكم مثالين على الحته دي. انا النهارده عايز اذاكر، يبقى هسعى. اول حاجه لازم تعملها ان انا احط قناعه ان انا قادر وان ربي معي سيهدين. دي اسمها قناعات، انا متاكد ان ربنا هيسر لي، انا واعي ان لا حول ولا قوه الا بالله. ده كل سعي نفس، بتحط القناعات، بتشوف الصوره الذهنيه، بتتخيل الواقع، بتشوف نفسك وانت بتحققها، شايف المشاعر، الافكار اللي انت بتحطها بتعمل مشاعر جميله جدا وبتعمل قلبك ينشرح للكتاب وتحس بحاله الراحه. فانت عملت سعي النفس، قوم بقى امسك الكتاب واقعد اقرا، هتلاقي المذاكره بقى زي الفل، اللي هو 1%. بقى في ناس بتعمل العكس، يا ساتر الماده صعبه، يا ربي ايه الخنقه دي، ايه القرف ده، هو انا هذاكر كل ده؟ ده بيعمل سعي نفس مصيبه دلوقتي، بيضخم بيعرقل في سعي النفس، هيجي يمسك كتاب هيمل وهيتخنق ويقوم سايبه ماشي. فمهم جدا سعي النفس، سعي النفس افكار، سعي النفس القناعات، سعي النفس المشاعر، سعي النفس الحلل، المعاني اللي بتديها للاشياء، سعي النفس الصوره الذهنيه والبليفز والمعلومات اللي جوه عشان تحقق الشيء، سعي الجسد بقى تنفيذها في الجانب المادي الفعلي. خلاص؟ فمهم تكون مركز بقى ان سعي النفس اهم من سعي الجسد بالله عليكم. خدوا بقى القنبله الذريه. لما ربنا يقول لنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أنت ملكش في الدنيا دي كلها إلا اللي أنت بتسعى إليه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. خلاص؟ فأنت جاي جميل هنا علشان تسعى. أكبر مصيبة في الموروث تقدم مع الدعاء انك تتوهم انك لما تدعي ربنا ان هو اللي هيسعى بدالك. لو عقلك شايف ان الدعاء تكليف الله بالسعي، مصيبتك مصيبة، انت بتخرب الدنيا، انت اصلا مش مدرك انت جاي الارض تعمل ايه. ما ينفعش الكلام ده. بالظبط اللي شايف ان الدعاء هو تكليف الله بالسعي كأنه بالظبط قاعد النهاردة انت في الجامعة مثلا او في المدرسة وانت مطالب تشرب المادة وتفهمها وبعدين تخش الامتحان تحل. في بعض الناس بقى فاكرين ان الدعاء معناه ان انا هقول، ما هو نفترض ولله المثل الاعلى، يعني ان المدرس ده هو انا وهو بالنسبة نفس المثال بالنسبة انا والاله. خلاص؟ فهو اللي ماسك المادة وهو اللي بيصحح وهو اللي بيحط الدرجات. فناس فاكرة بقى ان الدعاء ان انا اقوله يا استاذ حل لي السؤال الاول ومستنيه هو اللي يحل. ايه ده؟ فاللي عنده الدعاء، ودي معلومة مغلوطة مصيبة، اللي عنده الدعاء في عقله معناها يا رب هات لي وظيفة فربنا هيجيب لي وظيفة، يا رب هات لي مال فربنا هيجيب لي المال، يا رب ارزقني ولد فربنا هيرزقني ولد، ده مصيبته مصيبة. اذا المعنى بتاع الدعاء عندك تكليف الله بالسعي، اعرف ان ده اول خطأ، انت كده مش بتعمل دعاء خالص، انت بتعمل حاجة تانية. عشان كده انت فاكر ان دعاء الله زي دعاء البشر. حلو؟ فدي اول قاعدة انتبه ليها. ما ينفعش معنى الدعاء، ودي ركزوا معايا هنا تاني، ما ينفعش معنى الدعاء يكون بيأثر على الهدف الاسمى من وجودك في هذه الرحلة الارضية وهو السعي. يعني الدعاء ما ينفعش يكون حاجة ما فيهاش سعي.
خلاص. فأحد العواميد الرئيسية للدعاء هو سعيك. حلو كده؟ طيب نيجي بقى لحاجة تانية. في أفعال كتير جدا في القرآن، مش هقول جدا، كتير في القرآن، الفعل على البشر هو نفسه الفعل على الإله، ولكن المدلول بتاعه أو المعنى بتاعه بيختلف. يعني إيه الكلام ده؟ في فعل مثلا أنا أصلي، ده فعل، والله يصلي. هل شكل الصلاة، طريقة الصلاة، طريقة الفعل، الطريقة اللي بعمل بيها الفعل، والفعل هو هو، بس شوفوا مش قلتلكم من شوية إن الوعي بيختلف، يبقى نفس الاسم، كل ما الوعي يختلف وكل ما الحالة تختلف الطريقة تتغير. فوعي البشري كلمة صلي بالنسبة لي ليها طريقة، وصلي بالنسبة للوعي الكوني أو الوعي الأوحد بقى، وعي الله سبحانه وتعالى، إنجاز تعبير صفة، يعني العلم بقى، عشان نبقى نستخدم الألفاظ القرآنية، علم الله في اللي هي طريقة تانية مش الطريقة بتاعتي خالص، ونفس الاسم. فأنا ركزوا معايا، أنا مثلا إيه، ألفاظ قرآنية تانية تمشي الاثنين، أنا أخلق والله يخلق، مختلفة تماما. طيب أنا مثلا أذكر، أنا أذكر الله وربنا يذكرني، اذكروني أذكركم، لا مختلفة تماما. أنا أذكر الله يذكر، مختلفة تماما. أنا أشاء والله يشاء، نفس الفعل، مختلفة تماما. طب تعال نحط لها قاعدة عشان تكون الرؤية واضحة، عشان نفهم بيها الدعاء، لأن برضو في الألفاظ أو في الأفعال القرآنية في فعل دعاء، الله يدعو وإحنا بندعو، مش ربنا يدعوكم خلاص ثم يدعوكم فتستجيبون بحمده، إيه ده احنا بنستجيب كمان، ثانية واحدة، ده أنا بستجيب والله بيستجيب. يبقى فعل دعاء وفعل استجابة، فعل أنا كبشري بعمله، وفعل كمان الله بيعمله. لما نفهم المعنيين بحسب وعينا، الاختلاف في الوعي بيننا أو في العلم بيننا، الصورة هتكون أوضح، هتعرف تعمل الطريقة صح. نمسك مثلا فعل يشاء، أو هحط لها قاعدة لأني قعدت أبحث فيها كتير فترة طويلة، يمكن خدت مني سنوات لغاية ما خرجت بالمعنى ده، إن الأفعال اللي بتقال لله لما يكون الفعل مشترك ما بين بشري وفعل مشترك ما بين الإله، أن الفعل بالنسبة للإله هو عبارة عن قدر زائد وضع أسباب. واضحة كده؟ خليني بس أنا معوج فمش عارف أملك القلم، فالخط طالع حلو، يعني انت عارفين بقى المبدعين دايما في الأرض، دي من ضمن القناعات اللي هم يعني اللي كانت عندي وانا صغير، المبدعين دايما خطهم وحش، فكنت عايز اكون مبدع خط يبقى وحش. المهم حتى من اولى ثانوي باين بابايا جاب لي جهاز كمبيوتر، او ثانيه ثانوي بابايا جاب لي جهاز كمبيوتر، فقعدت من ثانيه ثانوي اكتب على الكمبيوتر حتى مذكراتي والواجبات بتاعتي، فكنت على الكمبيوتر بكتب بسرعه، فخطي خط من ايام الثانوي، ما استخدمتش قلم، كنت دايما بقول لهم بصوا المبدعين خطهم دايما وحش. فدي ادي اخر القناعات، لو كنت اعرف ان في يوم من الايام هقدر هبقى بطلع بقى لايف وبتاع. المهم علينا، نرجع لموضوعنا. يبقى لو انا بعمل مشيئه بالنسبه لله سبحانه وتعالى، يا ربي اقصد فعل بالنسبه لله، في الغالب اي فعل المقصود بيه الله هو عباره ربنا بيحط القدر بتاعه ويحط الاسباب. طيب فعل بالنسبة للبشر معناه معرفة القدر، أنا هقدر أعرف إيه القدر اللي وضعه الله، ثم الأخذ بالأسباب. لو أنا ما عرفتش القدر وما أخدتش بالأسباب، قدر يعني مقادير بقى، ما عرفتش المقادير المفروض أعملها وما أخدتش بالأسباب، أنا ما عملتش الفعل، يبقى أنا كده عملت عكس الفعل، لأن إحنا ربنا خلق الكون بقانون الضدين، فهي بتعمل الفعل يا بتعمل عكسه. انتبه كده، زي العبادة، هي بتعبد ربنا بتعبد عكسه، هي ما فيش حاجة ثالثة، انت يا حي يا ميت، ما فيش حاجه في النص. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي مهم اكون واعي بقى ان ده منطبق على افعال. لو احنا النهارده مثلا قلنا الله سبحانه وتعالى بيستجيب، فعل الاستجابه بالنسبه لله معناه ايه؟ بيحط القدر وبيحط الاسباب. فالقدر مقدار معين، مقدار معين من شيء،
أنا هنا هقول بحكم دراستي للطاقة إن الاستجابة لله لما ربنا يستجيب بيدي لك طاقة معينة عشان تقوم تسعى، فبتاخد قدر من الطاقة، مقدار من الطاقة زائد الطرق أو الخطوات اللي أنت تقوم تعملها علشان تنفذ الحاجة اللي أنت عايزها. طب الاستجابة بتاعتي أنا كإنسان معناها إيه؟ واحد، عشان أخد الطاقة دي أو أخد المعلومات دي لازم أكون في حالة خشوع. يبقى أول درجة من درجات إن أنا بستجيب إن أنا أخشع. اتنين، أستقبل الطاقة اللي جايالي، أستقبل الوعي اللي جايلي، أستقبل الإلهامات والأفكار اللي جايالي. تلاتة، أو منفذها. حلو؟ خشوع، استقبال، إلهامات، تنفيذ. كده أنت عملت استجابتك. الله لما يستجيب هيدي لك طاقة ويدي لك الأفكار، شكرا الأسباب، بس هو استجاب، ما قمتش عملت زي قلتها. لسه كل ما هوضح أكتر كل ما الصورة هتكون أوضح ليكو بإذن الله. طيب يعني إيه الكلام ده؟ خليني أشيل دول وأسيب الأخ ده موجود كده عشان هنحتاجه بعد شوية. ندي مثال بشري على الموضوع ده. لو أنا النهاردة قلت لك أنا أدعوك إن أنت تجيلي، أو أنا أدعوك إن أنت تطلع معايا في حلقة لايف، أنا كده دعيتك. ثانية واحدة بقى، ولله المثل الأعلى، أنا هنا مثلا اللي ماسك اللايف وأنا اللي عندي الأدوات وأنا اللي عندي القوانين، فأنا عشان هدعوك هعمل إيه؟ معناها إن أنا عندي سوفت وير يخليك تعرف تطلع معايا، معناها إن أنا عندي برنامج يخليني أقدر أطلع لايف على الهوا، فأنا عندي الأسباب. فطالما أنا أدعوك إذا أنا حطيت الأسباب. استجابتك معناها إيه؟ يعني أنا مثلا عايزك تطلع معايا لايف، استجابتك إنك هتدور على الأكاونت بتاعي، دي استجابتك اللي أنا حطه، الأسباب أهي. اتنين، هتلبس لبس شيك عشان تكون طالع معايا. تلاتة، هتجهز الإضاءة. أربعة، هتعمل ريكوست أو هتأكسبت الفايل اللي هبعتهولك، هتبقى طالع. فأنت كده استجبت، أنا حطيت لك أسباب وأنت عملتها، فأنت كده الدعاء والاستجابة كعملية كاملة خلصت. خلاص؟ يبقى لما أنا أدعوك على البيت، يلا أنا عامل حفلة النهاردة ودعيتك إن أنت تجيلي، معناها إيه؟ معناها إن أنت هتستقبل الخطاب بتاع الدعوة وهتفتحه، هتبص على التاريخ وتبص على العنوان وهتقوم قايم تلبس وراكب السيارة أو جاي مواصلات أو ماشي على حسب بقى المسافة، أو طيارة لو هي مكان بعيد مثلا من دولة لدولة، وتوصل لغاية البيت عندي، فأنت كده استجبت. حلو كده؟ المشكلة اللي بتحصل بقى لما احنا بنفكر، خلي بالك أنت جيت فأنت استجبت، فلما احنا بنفكر ان استجابة ربنا هي زي استجابتنا البشرية بنخرب الدنيا. الله مش بيسعى لك، واوعى تفكر ان في اي شيء الله سيفعله هينتزع منك السعي، يبقى كده اختبار زي بينجحك كده تك على طول، ما ينفعش. انت جاي عشان تسعى في الارض هنا، دورك تمخمخ وتدرك عشان تبدا تتطور وتبدا تنطلق. فلما ربنا يقول ان هو بيدعو الى دار السلام، معناها ايه؟ انه حط لنا الاسباب وحط لنا المعلومات، وانا كل ما هعملها ساصل الى دار السلام. طيب استجيبوا، ركز معايا كده، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يعني الرسول بيدعونا والله بيدعونا لاشياء تحيينا، يعني ربنا بيدعونا كمان. انا لما هستجيب هعمل ايه؟ هعمل الاشياء دي علشان يبقى انا كده عملت الاجابه. طيب ثانيه واحده بقى وبالراحه نرجع للصوره هنا عشان تكون الرؤيه واضحه. او خليني قبل الصوره هدي مثال من الجيمز او من الالعاب يوضح اللي انا هشرحه على الصوره. انا النهارده بعمل جيم، والجيم لو كان فيه جويستيك هنا كان يبقى شكله حلو، بس يلا ما علينا. العيال عندهم قول لهم بسرعه يجيبوا جويستيك عشان تبقى ايه اللي عايشين الدور بسرعه. يلا، فانا النهارده بعمل جيم، والجيم المفروض ان هي مثلا قتال، جيم قتاليه. فانا بحط اسباب. حلو، الاسباب دي، يا سلام عليك، يا سلام، حلو كده،
اديني احذفها لي كده ولا اشوف. ايوه هاتها لي من هنا. السلام. شوف التكنولوجيا. الله، انا دعيت فاستجيب اهو. دي الاستجابه. انا ماسك الجويستيك، شوف بعرف ان عندي جويستيك اهو. المهم بقى لي سنين ما لعبتش، فانا دلوقتي قاعد بلعب. ركز معايا عشان تفهم موضوع الدعاء من منظور الجيم، عشان نسقطها على منظور الحياه. انا دلوقتي الجيم دي عباره عن جيم قتاليه. الزرار ده بيضرب مثلا طلقات، الزرار ده بيخليني انط، زرار بيخليني انط، زرار بيخليني اضرب رصاص، وزرار تاني ممكن يخليني انام. خلاص كده. وبعدين انتبهوا بقى، الناس اللي عاملين الجيم حاطين اماكن معينه فيها. عارفين في الجيم ايه؟ في حاجه اسمها ارواح، معرفش انا بقالي سنين ما لعبتش باسمها ايه دلوقتي. لايفز باين، مش عارف اسمها. اسمها لايفز. المهم اماكن معينه تاخدها تديك ارواح. ارواح يعني ايه؟ يعني ممكن تموت كذا مره وتصحى تاني. نفترض يبقى ليك ثلاثة مثلا، ولو عديت دخلت هنا خدت كمان خمس ارواح، يبقى ليك ثمانية تموت فيهم. وما اعرفش لو خدت ايه تاخد رصاص، ولو خدت ايه تاخد كذا. حلو. فاللي بيحصل ايه؟ انا عايز حياه، عايز اعيش، عايز لما حد يضربني واموت اصحى تاني. اذا انا عايز ارواح، فانا هدعو الناس بتوع الجيم ان هم يجيبوا لي ارواح. فهم استجابوا اساسا. استجابوا ازاي؟ بان في مكان ما في الاوضه دي لو انت دخلت وعديت عليه تاخد الارواح. فالاستجابه موجوده اصلا. انت هتقوم رايح وداخل على الارواح وخدتها، تفعلت عندك، فانت تجد الاجابه بالسعي بتاعك. لكن انت قاعد، انا عايز ارواح، عايز ارواح، والنبي انا عايز ارواح، انا عايز ارواح. ايه يا عم ده؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ فلسه نتكلم في موضوع الشكل. للاسف الله يسامح اللي حطوه في اذهانكم، ملوش اي علاقه بالدعاء النهائي. الا انت يعني متخيل ان اصعب موقف ممكن يكون بني ادم فيه من وجهه نظري. عارفين اروع حاجه في انا مش عارف اللي انا ماسكه عمال اخبط ده. عارفين اروع حاجه في التعاليم الدينيه ايه؟ ان ربنا بيجيب لنا من الاخر، بيجيب لنا الاكستريم الايجابي او الاكستريم السلبي عشان الوعي يعلى وتدرك القاعده. سيدنا موسى، فرعون كان نازل بجيوشه علشان يقتله هو وقومه واتباعه. عارفين فرعون يعني ايه؟ يعني كان تحت حكمه 7-8 دول من دلوقتي معايا. يعني ما فيش حاكم النهارده زي فرعون. تقريبا كان مصر والسودان وليبيا ومنطقه كبيره جدا تحت حكم فرعون لوحده. فبقى بالجيوش بتاعته رايحين عشان فرضوا معاه شويه صحراء، مش عارف ساعات بيقولوا 300 او بيقولوا 60، المهم مختلفين على الاعداد مش مشكله. فانت متخيل بقى ان سيدنا موسى في الموقف ده، فرعون وراه والبحر امامه، وقاعد يعمل كده يا رب يا رب. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ده واحد واثق، ده واحد موقن بان ربنا هيجيب الدعاء. في ايه؟ لسه هنخش لها بعد شويه، بس انا عايز مخك يشتغل كده لغايه ما اوصل لها ارجع لها تاني. نرجع لموضوعنا بقى. فانا دلوقتي بعمل الموضوع ده او بتحرك وبستخدم، بدخل عشان اجيب القلوب. اخدتها هروح استخدمها بقى واروح احارب اكتر. عديت، عايز مثلا قنابل، عايز رصاص، فهدعو الحاجه اللي بتجيب قنابل. فانا هبدا اروح خلاص بقى عارف مكانها. جات لي فكره هي فين، قمت قايم عشان اخدها. رحت للمكان اللي فيه قنابل، اتعبى سلاح تشك 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 واتملت الذخيره فيه. فانا كده اجابه الدعاء بقت موجوده. لازم اكون بسعى. انا هدعو بقنابل، بيجي لي قنابل فاقوم استخدمها. انا هدعو ب مثلا حياه فتجي لي الحيوات الزياده دي فهستخدمها، وهكذا. اركن الجيم على جنب بقى وتعالى نشوف الحياه دي. هو فصل ليه ولا لا؟ انا طيب خلاص. فنرجع بقى لموضوعنا. فانا دلوقتي مهم تكون عارف ان ربنا قال لنا عشان تدعو في عندك حاجات هتستخدمها في الدعاء. وانتوا عارفين في حاجه اسمها باقي الوسيله. انا لو قلت سافرت مع السياره يبقى انا وهي ركبنا سفينه مثلا، لكن سافرت بالسياره فهي الوسيله اللي انا سافرت بيها. انا ماشي مع القلم او ماشي مثلا معايا كراسه، فانا دلوقتي كراسه معايا، لكن انا بكتب بالقلم فالقلم بقى الوسيله. او انا استعنت بالكراسه لتسجيل المعلومات فهي وسيله تسجيل المعلومات، فالباء دي بقى الوسيله. فلما ربنا يقول لنا ولله
الأسماء الحسنى فادعوه بها. نرجع للصورة كده بقى. فاكرين لما كنا بنتكلم على الاستغفار وقلنا هنا في طاقة مغفرة؟ خليني بقى اكتب غين عشان مش هعرف اكتبها ميلة. غين خلاص. وفي طاقة تانية مثلا قوة قاف، وفي طاقة تانية عزة عين، وفي طاقة تالتة مثلا نقدر نقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، واو تقويم مثلا، وطاقة رابعة وطاقة خمسة. اللي بيحصل يا أستاذي العظيم ان الله سبحانه وتعالى واضع كل الطاقات بأسمائه الحسنى في الكون ليل نهار ليل نهار، موجودة على الدوام. كل الأسماء الحسنى بطاقتها موجودة على الدوام، شئت أم أبيت، 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع إلى آخر يوم على الأرض. لما أنت تدعو، إذن أنت بتعمل استدعاء لاسم من الأسماء، تدعو بالاسم، فطاقة الاسم بتنزل تحيط بالهالة بتاعتك وتغمر الهالة بتاعتك، وهي دي إجابة الدعوة. كل دعاء مستجاب فورا لحظيا بلا من غير يعني، وانت بمجرد ما تخلص حتى وانت لسه شغال فيها بتكون استجابت خلاص، بس انت مش فاهم يعني ايه استجابه، فانت قاعد مستنيت واستجاب. تخيل كده، هي استجابت وانت قاعد مستنيت واستجاب. شفت الكارثه في اللخبطه في المفاهيم؟ لانك مش فاهم معنى الاستجابه ايه، انت كنت شايف ربنا هو يعملها لك ماديا. فاول ما تدعو بالاسم يقوم طاقه الاسم تحل ويجاب الدعوه، فطاقه الاسم تكون موجوده حواليك. يوم ينشأ ايه بقى؟ لازم تستقبلها. فاول حاجة حالة الخشوع، علشان الطاقة تتغلغل في وعيك، لان هي استجيبت خلاص. فبعد ما استجيبت، لما تعمل حالة خشوع هيحصل بنسميها هضم، ان العقل هيتعامل مع هذه الطاقات الجديدة والطاقات القديمة، وهيبدأ يحصل عملية هضم. فلما يحصل عملية هضم ستنشأ الالهامات والأفكار والوسائل المتناسبة مع الموقف الحالي اللي انت فيه. تقوم تاخد بالأسباب، تجد الدعاء نتيجته أمامك ماديا. ما عملتش عملية الخشوع، ولا عملية الاستقبال للإهامات، ولا عملية السعي، فانت فرغت الدعاء من معناه. هعيد تاني. أنا النهاردة مثلا داخل المذاكرة وعندي مذاكرة كتير والمعلومات كتير عليا، مش عارف أذاكر كويس. يلا، إيه اسم من أسماء الله مربوط بالموضوع ده علشان أستفيد منه وأدعو الله وأجده محقق؟ آه، ممكن اسم الله الحفيظ، عشان المعلومات تتحفظ جوه وبالتالي أبقى حافظها، فأما أوصل لامتحان ألاقيها قدامي. يلا، هقعد بهدوء، هستدعي وهدعو باسم الحفيظ. بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ، واستشعر الطاقة نازلة من السماء باسم الله الحفيظ. طاقة الحفظ بتعلي عندي الحفظ جدا، بتعلي عندي التركيز جدا، بتعلي كل الأشياء اللي تؤدي للحفظ، وأسكن وأسترخي. عارفين التمارين بتاعت الهيبنوسيس، التمارين بالإيحاء؟ أهو التنوين بالإيحاء اللفظة القرآنية بتاعته هي الخشوع، هي الاسترخاء. لما أقول لك خد نفس عميق وطلعه بهدوء عشان تسترخي، هي دي عملية الخشوع. أخشع عشان المعلومات تستقبل، عشان الوعي يستقبل، عشان الطاقة تستقبل، لازم تكون هادي وتستقبل طاقة الإيه؟ الحفظ. يوم اللي يحصل تسكن، خد وقتك كده 3 دقايق 4 دقايق 5 دقايق وانت مستشعر إجابة الدعاء، فتبقى طاقتك وذبذباتك ذبذبات حفظ، وتشوف نفسك وانت بقى واحد بقى عنده الآن طاقة حفظ. أجيبت الدعوة خلاص، استجيبت حالا. في ايه بقى؟ قوم نفذ، يلا قوم اسعى عشان تجد الثمار بتاعتها متجلية قدامك ماديا. هقوم ساعتها ذاكر وانا بطاقة الحفظ وانا منشرح، هتلاقي نفسك مفتوحة، وانت هتلاقي نفسك عمال تذاكر والمعلومات عمال تزيد وعمال تزيد، لقيت لسه
ادعو اكتر، خد طاقه حفظ اكتر وجرب تاني لغايه ما جسمك يبدا يتعود على هضم هذه الطاقه، لانك قبل كده ما كنتش بتعمل كده، ما كنتش واخد بالك. فتبدا تجيلك، هيبدا يجيلك الهامات، يجيلك افكار تقوم تعملها. ممكن ربنا ييسر لك معلومه تعرفها عن الحفظ، عن المذاكره، يقوم تقوم تسعى فتلاقي نفسك حفظت، فتروح الامتحان تلاقي المعلومه سهله وحاضره في ذهنك. هنا يبقى انت وجدت اجابه الدعاء. يلا مثال تاني على الغنى. هدعو معناه ايه؟ مش يا رب عايز فلوس، يا رب غزق. يا عم في ايه؟ انتبه تاني، القاعده انت مخلوق في الارض عشان السعي. اوعى تفهم الدعاء على انه تكليف الله بالسعي ليك، لا. الدعاء معناه ثانيه واحده، اللي انا عايزه ايه؟ فلوس مثلا، او عايز وظيفه. ممتاز. يبقى انا دلوقتي ايه اللي انا محتاجه اعمل له دعوه فتحل عليا عشان اقوم استخدمها؟ الغنى مثلا، اسم الله الغني. بهدوء كده، بسم الله الغني، بسم الله الغني، واستشعر طاقه الغنى بتحل عليا، واخشع عشان استقبل اكبر كميه ممكنه من هذه الطاقه. تخيلها، شوفها كطاقة نازلة من السماء بترويك، بتغسلك، بتملاك طاقة غنى. واسمح بجسدك يسكن ويسترخي علشان تهضم الطاقة فالإلهامات تطلع لك. وبعدين لما الإلهامات تطلع هتبدأ تفكر تعمل إيه، تبدأ تسعى، هتاخد الخطوات، هتلاقي أوتوماتيك بمنتهى السرعة الموضوع وصل. هي زي الجيم بالظبط، انت لازم تسعى، واللي بيعمل اتصال اكتر وبيعمل صلة بالله وبيدعو، عشان كده الدعاء صلة كمان، وبالتالي تدعو فتاخد كونكشن، يعني كأنك بالظبط متواصل من الانترنت. ايه ده، ثانية واحدة، لما اعمل كونكت بالانترنت واعمل سيرش وداونلود، هي دي عملية الدعاء بالظبط. تداونلود الفايل عندك، تك تك تك، شغلته، اشتغل، اهو ده الدعاء كده. انت بتعمل دعاء حرفيا. انا النهارده عايز انزل سناب شات، دخلت على الانترنت، سيرش على سناب شات، نزلت البرنامج على سناب شات، جالك الطاقه، استمديت منهم المعلومات دي، نزلت عندك، دبل كليك عليه، اشتغل البرنامج، بقى عندك اجابه الدعوه، حصلت. فهمت اقصد ايه بالظبط؟ السوفت وير الان بيشرح عمليه اجابه الدعوه. وخلي بالك، هقول لكم حاجات اخطر بعد شويه، وليه في بعض الناس عدم فهمهم للحته دي بيدمر حياتهم، انهم بيعملوا غلط والدعاء على الآخرين بيعمل مصيبة. فبس خليكم معايا الحتة دي، عاوزها تكون مفهومة عشان ننتقل لبعض المفاهيم التانية واللخبطة اللي حصلت لي. عارفين بقى لما كنا بنقول، نرجع للصورة هنا، يعني أنا لما الحمد لله درست الطاقة، الموضوع بقى عندي واضح باين جلي بالصورة الرهيبة دي، وطبقته في حاجات كتير في حياتي وجاب نتائج مذهلة فوق ما تتخيله. فاكرين لما كنا بنقول في قانون الجذب إن أنت كل ما طاقتك تبقى إيجابية أو طاقتك متساوية مع طاقة الشيء اللي أنت عايزه فبيحصل لك أسرع؟ ما ينفعش تبقى طاقتك متدنية سالب مثلا والشيء اللي أنت عايزه إيجابي عالي ويستجاب، لا، طاقتك تحت والشيء فوق، لازم تبقى أنت طاقتك أعلى منه عشان يجي. أهو الموضوع ده موضوع خطير جدا، اللي هو بقى ركزوا معايا، اللي هو اسمه اليقين في الدعاء. ودي قصة حصلت هحكي لكم عنها. واحد أعرفه كويس قوي 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 فوق ما تتخيله، كان واقع في مشكلة مادية، والمشكلة دي إن هو كان عليه مبلغ كان كبير، تقريبا كان 40,000 دولار، وكان الموضوع ده كان له علاقة بالبورصة، في الشغل اللي كانوا عاملينه في البورصة، وكان لازم يدفع المبلغ بكرة. يعني هو كان مكسوف من الناس وما بيحبش يستلف، وكان عنده يعني حياء كده، بس لقى الدنيا بتقفل، معرفش يتصرف، وفوجئ ان خلاص بكرة لازم المبلغ يتسدد، وإلا هتحصل مصيبة كبيرة، هيتفتح أبواب كتير مش فايق لها دلوقتي، لأنه عنده لخبطة أكتر مما يتخيل. فالمهم مسك الموبايل وقعد يتصرف ويتكلم الناس. والدته جت تقول له يلا عشان تاكل، طب بس حاضر حاضر، شافته متلخبط فيه ابني، لا بس عندي مشكله كده ولازم ادفع فلوس بكره، طب ربنا يبارك فيك يا ابني، وقعدت تدعي له بقى دعاء الام انتوا عارفين، والموضوع متوتر جدا والوقت عمال يعدي وهو التوتر عنده عمال يعلى. خلاص يكلم فلان ويكلم فلان ويكلم فلان، والاصدقاء بيبانوا في التوقيت ده بقى. ف
واحد بعد واحد بعد واحد للأسف في ناس مردوش وفي ناس ردوا واعتذروا وفي ناس طب هنشوف ومعرفش مين. المهم مفيش، والساعة بدأت تعدي والليل بدأ يدخل، دخلت 10 بالليل، 11 بالليل، 12 بالليل، مفيش. أنا ده الموضوع كبير يعني، مهم إن أي حد يعرف عشان حتى يلحق يجهزه على بكرة. وفي وقت كده بعد الساعة تقريبا 12 أو 11 بالليل خلاص دخل الليل، قام واحد من اللي كان اتصل بيهم اتصل بيه تاني، أيوة أنت كلمتني، أه إيه الأخبار، بص أنا عندي كذا كذا وعندي بكرة موضوع كده مهم جدا والمبلغ ده أنا عايزه، موضوع يعني أكبر مما تتخيل لازم يتحسن. كان باين عليه التوتر أوي. فالتاني طمنه وقال له خلاص يا حبيبي اهدى مالك فيه براحة اهدى خلاص طمن. إيه يا عم في إيه؟ طب إيه المبلغ عايزه الساعة كام بالظبط؟ عايزه المغرب. طب خلاص اهدى بكره ان شاء الله انا اروح الشغل وعدي عليا على الظهر كده يكون المبلغ جاهز. ايه الظهر؟ قال لي اه الظهر بالظبط ان شاء الله يكون المبلغ جاهز وتعالى اتفضل يكون موجود. قفل السكه حاسس انه بيتغسل. بيتغسل ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ خلي بالكم اللي خلاه يفكر كده ان امه دخلت عليه، ها حليت الموضوع؟ قال لها اه. قالت له ازاي؟ قام قايل لها ايه ده، بس انا قلت لصاحبي وقال لي عدي عليها بكره الظهر هيكون فلوس جاهزه. ثانيه واحده كده وقام سرحان، ايه ده، ايه اللي انا حاسه ده، انا حاسس براحه كأن الفلوس معايا، انا حاسس بحاله من الهدوء كأن خلاص الموضوع اتحل مع ان الفلوس لسه مش معايا، هو ايه اللي انا فيه ده؟ وقعد يفكر كده، الله 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 الله، ثانية واحدة كده، لأني واثق من صاحبي، لأني موقن بصاحبي، لأني متأكد إنه هيستجيب، ومتأكد إنه طالما قال لي هيجيبها لك يبقى هيجيبها من شدة يقيني بيه، أنا جبت المشاعر مع إن لسه الفلوس مش معايا، وبقيت هادي وبقيت مطمن. نعم، يعني اللي احنا بنعمله مع ربنا ده مش يقين اصلا؟ يعني انا موقن بربنا اكتر من صاحبي؟ يا ربي موقن بصاحبي اكتر من ربنا؟ وكانت صدمة بالنسبة له ساعتها، وقعد يعيد حساباته في موضوع اليقين. ثانية واحدة، ده ربنا قال لنا في القرآن ادعوني استجب لكم واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيبه دعوة الداعي إذا دعاني. طب ما هو قال لي اهو، أنا ليه مش جايب الطاقة دي؟ ليه ما فرحتش وارتحت كده؟ إيه المعرقل لليقين جوانا؟ وكانت رحلة بحث عشان يفهم اليقين ويكتشف إيه الأسباب اللي نسفت اليقين نفسيا عند الناس. بالمناسبة الشخص ده هو أنا، دي قصة حصلت معايا بحكيها من زمان. الناس اللي على الانستجرام هيفصل بعد شوية، لو فصل ارجعوا شوفوها بقى معانا على اليوتيوب، كمل معايا حلقة على اليوتيوب يعني إن شاء الله، أنا هكمل لغاية ما أخلص المعلومات. فساعتها أدركت إن في عندنا مشكلة في اليقين، وبحكم شغلي في علم النفس كان لازم أبحث إيه اللي ضرب اليقين عند الناس خلاهم ما يعيشوش وما يعيشوش الحالة دي. يعني أنا النهاردة لو في حاكم أنا عارف إن الحاكم ده بيجيب الدعاء، لو حد راح له في أي وقت هيستجيب له، هيديله اللي هو عاوزه، بالله عليك هبقى رايح له وانا قاعد ومرعوب وقاعد قلقان وخايف وانا عارف ان هو لو سالته هيديني؟ ما ترده، يبقى في خلل، في مشكله. عشان كده بحذر دايما من الموروث، انت كل مره هتشوف معايا حلقه هتلاقيني نسفت جزء، انا عارف حاجات كتير اشتغلت عليها وفي حاجات لا تتخيلوها. يمكن الحلقة اللي جاية ان شاء الله هيبقى فيه ضرب نار للصباح الباكر. خلينا بس في الدعاء لغاية ما نوصل بعدين الحلقة الجاية في الموضوع التاني اللي هقوله ده، انا موضوع خطير جدا وكبير جدا كمان. فقعدت ابحث على الموضوع ده، لقيت ان انا لو رايح للحاكم انتبه كده، انا عارف ان هو بيجيب الدعاء وعارف ان هو حاكم، لو سألته بأي حاجة هيديها لي وطلبت منه اي حاجه اديها لي. فلو انا النهارده عندي ديون مثلا، نفترض عندي دين 100,000 ايا كانت العمله، وفي واحد بيتصل بيا عايز الدين بتاعه، هكون بكلمه ازاي؟
انتبه كده لو معايا موبايل اهو مثلا، ده موبايل اقوله طب انا مش عارف اتصرف، طب هشوف، طب سيبني كده، اصل انا هروح اشوف هطلب من فلان او من الحاكم ده ان شاء الله يديني. هكون بتكلم كده ولا هتكلم كده؟ ايوه ايوه يا استاذنا خلاص ان شاء الله، بص على ميعادنا باذن الله، انا رايح بكره على رئيس كذا وان شاء الله يعني هاخد منه المبلغ وهاجي لك على الساعه كذا. واحد واثق مطمن جاي بالطاقه جاي بالذبذبات بتاعت الهدف، وهو ده معنى اليقين اللي لازم يكون جوايا علشان يبقى الدعاء يحق ويحصل. الطاقة تكون حضرت عشان إلهاماتها تبدأ تطلع في عقلك، فالسعي بتاعك يحصل صح، فيحصل بمنتهى القوة. عايز أقول لكم بقى، لما قعدت أبحث، ودي مسؤولية ربنا هيحاسبني عليها يوم القيامة، عشان كده قلت أنا هنسف بالفاس زي ما سيدنا إبراهيم كان بيكسر الأصنام بالفاس، لأن هي دي اللي دمرت حاجات كتير عند الناس. قعدت أبحث لقيت حاجات كتير متلخبطة ومتحرفة، أخطرها الدعاء. وأول هعيد الجملة وهقول أول دي الجملة اللي دايما أفكر بيها، الدين هو النص، فهم البشر للنص مش دين. ففي حديث نبوي بيتقال أول حاجة بتضرب اليقين في مقتل عند الناس هو الحديث ده، فهم الحديث ده مش الحديث ده. الحديث بيقول ما من عبد يدعو دعوة إلا استجيبت له أو أخر عنه من الشر مثلها أو أجلت إلى يوم القيامة. خلاص؟ طيب يعني إيه الكلام ده؟ للأسف الأفهام بتاعت الناس صدروه بعدم فهم العلم النفس، فخربوا اليقين، واليقين سيكولوجي. قالوا للناس لا، معقولة يعني هتزعل ربنا يستجيب لك على كده؟ لا، هما طبعا ما كانوش بيدعوا صح، فالدعاء مش بيستجاب من وجهة نظرهم، فالموضوع مش متفاهم. عشان كده بقول لكم دايما بالله عليكم، اهل الذكر معناها حد عايش في الحاجة ويلمس نتيجتها قدامك وشايفه، ده اللي تسأله، ده يبقى اهل ذكر. فلانهم كانوا بيدعوا كتير والدعاء لا يستجاب، ففهموا الحديث بالواقع بتاعهم بالخطأ اللي هم فيه، فقال لك لو انت دعيت ربنا يمكن يستجاب ليك، معناها انه يقع ماديا امامك، تجد النتيجه قدامك، او يتشالك حاجه وحشه قصادها، او يوم القيامه بقى. فانت بقيت مش عارف، فاتضرب اليقين جواك نفسيا، اتضرب في مقتل. تعالوا كده اديك قصه بتاعت صاحبي. تخيلوا كده صاحبي ده لما انا اتصلت بيه وقال لي احمد بكره الظهر تعالى لي خد المبلغ. فوالدتي دخلت عليا وانا قاعد كده، احمد انت خلصت الموضوع؟ قلت لها اه انا خلاص كلمت فلان وقال لي تعال بكره الظهر. قالت لي لا استنى، ده هو يمكن يجيب لك الفلوس، او يمكن يدي لك بضاعه بدلها، او يمكن ياخرها لك بعدين. هقول ايه ايه طب خلاص اشوف غيره. ايوه ده اللي حصل مع الله بالظبط في الموروث الديني للاسف الشديد اللي بيصدر للناس او بيتم تكليم الناس بيه. اتنسف اليقين نفسيا بالفهم الخاطئ لهذا الحديث. طب تعالوا بالراحه كده عشان نفهم الحديث ده صح، هقوله بمثال تاني. لو انا قلت لكم يا جماعه احنا في قاعه دلوقتي، والقاعه دي فيها ناس كتير، مفيش حد هيمشي من القاعه الا بسيارته او بمواصلات او على رجليه، ماشي؟ هل ده معناه ان كل واحد مش عارف هو يعمل ايه، ولا كل واحد بسعيه اللي مجتهد وبيعمل بيزنس وعنده فلوس هيروح بسيارته؟ هو اجتهد، واللي ما عندوش سياره هيجتهد شويه وهيبقى هيصرف ويروح مواصلات، واللي عنده بيت قريب هيروح ماشي، ما عندوش عربيه وهيبذل جهد اكبر هيروح ماشي. المهم ان كل واحد حر، وانت اللي بتختار انهي واحده من الثلاثه. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيحط لنا الثلاثه اوبشن اللي موجودين في الكون، وانت دورك تسعى. فين السعي هنا؟ انا مسحتها ليه؟ فين السعي هنا؟
أنا مسحتها ليه؟ أدي السعي. بحسب السعي بتاعك يا جميل أنت اللي بتحدد إما يستجاب فورا ويحصل تكون عايش دلوقتي زي ما أنت عايزه، أو يؤخر لك من الشر مثلها، أو ما أنتش فاهم سعي خالص وقاعد مستني بقى لما ربنا يسعى لك تيجي لك في الآخرة. طيب إيه رأيكم لما أقول لكم أنا لما درست الطاقة فهمت لي الحديث كأني شايفه قدامي كده، كأنه متصور. ركز معايا، أنا دلوقتي لما أدعو الله سبحانه وتعالى الطاقة بتاعة الشيء اللي أنا عايزه بتحل بالأسماء. يعني حتى لو أنا مش عارف الأسماء، لو بدعو ربنا ينصرني فاسم النصير بيحل وطاقة النصر بتحل. انتبه بقى، لو أنا فاهم الدعاء وفاهم إن هو معناه إن دعيت الله فالطاقة بتحل، وده إجابة الدعوة بقت موجودة الآن معاك، قوم نفذها يلا، هي معاك مستني إيه يا بني آدم؟ مستني ايه بقت معاك؟ خلاص استجيبت، قوم انطلق يلا. ده انت معاك كارت احمر، كارت احمر ايه؟ مفتاح تفتح بيه كل حاجه، انطلق. مستني ايه؟ لكن انت قاعد مستني اسعالك، مستني الاجابه تكون ماديه في شكل بشري للاسف. المهم، فالطاقه بقت موجوده الان، طاقه النصر. يلا، واحد واعي وفاهم الان ان انا محتاج بس اعمل خشوع واسترخي والطاقه تتغلغل وأجني منها مزيد وتأمل عشان الإلهامات، يعني أكون مستعد لاستقبال الإلهام اللي أقوم أعمله بقى. أنا فاهم إن لازم أسعى، وإن طالما استجيبت معناه يلا قول لي أعمل إيه بقى، قول لي أعمل إيه، قول لي أعمل إيه. حلو كده؟ يلا ركز معايا كده، قول لي أعمل إيه، قول لي أعمل إيه عشان أعرف. يقوم ربنا يديك الإلهام، يا رب طب قول لي أعمل إيه، أنفذ إزاي؟ الطاقة بقت موجودة، إيه الإلهامات؟ تقول الإلهامات جاية لك تك، تقوم أنت أيه منفذها، أنت هتبقى من أول نوع اللي تبقى الدعوة موجودة عندك الآن حاضرة متجلية أمامك، وهتجد إجابة الدعوة. طب لو أنت من نوع تاني إن الطاقة بقت موجودة ولكن أنت ما استغلتهاش، ففي طاقة نصر موجودة قدامك، فأنت بتعمل حاجات بقى فنصر يشيل هزيمة، فتلاقي حاجات في حياتك نص نص بحسب وعيك للطاقة، لأنها لو أنت ما وعيتهاش بتختفي. إيه ما وعيتهاش؟ آه، عشان كده الوعي جاي من وعاء، اللي بيعي الطاقة انه بيستوعبها بيحافظ عليها. ما وعدهاش كأنك مخرم الدنيا، فالوعاء بتاعك متخرم فتتفلت منك الطاقة وانت مش واخد بالك، انت كأنك بالظبط عبيت بنزين والتانك مخروم فخرم الدنيا، ما وعيتوش. عشان كده اسمه وعي، انك تستوعب وتعي المعلومة وتفضل متحافظ عليها بإطار من الوعي الطاقي عشان تكون متسجلة جوه. فده لما تكون وعيها الخلايا بتاعتك بتهضمها، تبدأ بقى الإخراج بتاع الهضم هو الأفكار والإلهامات. حلو كده؟ فتبدأ الإلهامات تطلع، تقوم انت تنفذها. ما عملتش ده ولا عملت ده، خلاص انت الطاقة خلي بالك حتة مهمة جدا، الطاقة لو تفلتت منك ما استفدتش منها في الدنيا فهي بقت استحقاقك. في الآخرة بقى انت ما خدتش دنيوتها، في الآخرة هتجيلك. اه انت كنت دعيت هنا فانت عندك كمية طاقة كذا، خدها يلا، هتجيلك طاقة في الآخر، هي موجودة بس انت اللي ما استخدمتهاش دنيويا، انت حر. فهمت اقصد ايه؟ او تفلتت منك وجات لك حاجه بدل حاجه، تبديل وتوفيق في حاجات تانية، خلاص شكرا، وبالتالي انت اللي لم تستفد منها. وده من وجهه نظري المعنى الاقرب لشرح هذا الحديث. عشان كده في حديث نبوي للاسف لا يطبقه البعض، لا يا ربي ما حدش قصدي واخد باله منه، ان كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بينبه الصحابة وبيقول لهم رحم الله امرئا، أو في رواية تانية نضر الله امرئا سمع منا كلاما فبلغه كما يسمع أو كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. لأنه ممكن يكون قاعد بيسمع بس هو ما استوعبش المعنى، فبلغ الكلام بالنص عشان المبلغ ممكن يكون أوعى منك يلي بتبلغ فهيلقط المعلومة. وده مع تراكم العلم وتراكم الزمن احنا الآن مبلغين، فمهم تسيب النص، مهم دايما لما ترجع للتدبر ارجع للنص، سيبك من أفهام الناس اللي في النص. فرب مبلغ أوعى من سامع إلى يوم الآخر، اليوم الآخر خلاص. رب مبلغ مع زيادة الوعي ممكن تاخد معلومات أوعى، فتعرف طرق اعلى لتنفيذ الامر وانت مش واخد بالك. ده من ضمن الحاجات اللي المعلومات المغلوطه اللي ضربت الدنيا
ولخبطت الدنيا عند الناس ونسفت عندهم اليقين. لكن انا لما اكون فاهم بقى ان انا بيحل، فانا دلوقتي بقى معايا مفاتيح. خلي بالكم بالمعنى البلدي، الطاقه او اسماء الله هي عملات، هي الرزق. ركز معايا كده، وفي السماء، بص على الصوره، كل اسم من اسماء الله طاقه موجوده، كل ده في السماء. خلاص، السماء، السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. معلش هقف هنا حتة، لحق، عارفين حق والحاق، حق يعني حصل بالمعنى البلدي، حق، حق عليهم العذاب. دي انا بشرحها بالتفصيل بعمق اكتر في قانون الاستحقاق، ايه اللي بيحق وايه اللي بتخليه يحق عليك، بس انا هنا يعني بعملها بوضوح ببساطه كده عشان تفهموها. فورب السماء والارض انه لحق، يعني سيحق، هينزل من السماء عليك مثل ما انكم تنطقون، بحسب النطق بتاعك. فهمت اقصد ايه؟ مثل يعني زي ما بتنطق. خلي بالك، الله يهديكم، انه لحق هينزل مثل ما انكم نطقك ايه سيحق عليك الرزق، وبالتالي نطقك فقر سيحق عليك الفقر، نطقك غنى سيحق عليك الغنى، وانت اللي بتحدد. واقول لكم معلومه خطيره بعد شويه في الحته دي، اللي هي يشاء للاسف اتحرفت في كتير جدا بالموروث معايا. وبالتالي مهم جدا تكون واخد بالك من الحته دي بقى. فكل الرزق، نرجع بقى للصوره هنا، كل الرزق موجود في السماء، اللي بيحصل انه بيحق بحسب النطق بتاعك وبينزل في شكل طاقة، هي عبارة عن عملات. فلو انت تعاملت مع الاسماء الحسنى على انها عملات مفتوحة، وبالتالي انت دورك تاخد العملة، بس يا حرام البلد اللي انت فيها ما بتستخدمش العملة دي، خد العملة يا جميل وروح اصرفها بقى، حولها من مثلا هي شغالة مثلا مثلا بالين الفحلوي، وده مش موجود عندك في بلدك دلوقتي، انت شغال بالدولار ولا بالدينار الكويتي ولا بالجنيه المصري او الريال السعودي او الدرهم الاماراتي ايا كان بقى، هتلاقي واحد مستني يقول عملته، انا مش عايز حد يزعل مني. معلش، المهم مش حافظ كل عملات الدول. ف شوف بيضحك اهو، اضحك اضحك، ركز معايا في الموضوع، ما بتصدقوا يعني. المهم ف نرجع لموضوعنا، انا اخدت العمله، دوري بقى دلوقتي هو اسمه مثلا دينار فحلوقي، خلاص، او ريال فحلوقي ايا كان بقى، ين فحلوقي، بلاش نقول عمله عربيه، خلاص انا خدتها دلوقتي، هعمل ايه؟ هنزل لمكاتب الصرافه واحولها، ده السعي بتاعي، احولها الى فلوس تانية من عمله بلدي، واخد الفلوس التانية واقوم منطلق اشتري بيها اللي انا عايزه. تعال المثال ده كده، انا دلوقتي ربنا حاطط الرزق في السماء، انت مستني ايه بقى؟ كل اللي مطلوب منك ان انا ادعو بالاسم اللي انا عايزه، بالنتيجه اللي انا عايزها، ادعو الله سبحانه وتعالى وبالاسم، باسم الله كذا، واستشعر الاسم نزل، فالطاقه نازله لك بيور بعمله مش موجوده الان في الارض صرف. عشان تصرفها تعمل ايه؟ رقم واحد هتخشع تستشعرها الان وتجيب ذبذباتها، وانت واعي انت ممكن تعمل بيها ايه عشان الذبذبات تعلى والطاقه تعلى. انا ممكن اعمل بالطاقه دي ايه؟ هفرغها ازاي في شكل سلوكيات؟ وبالتالي الطاقه هتتهضم، نتيجة الهضم دي ممكن تكون يوم اتنين تلاتة في الاول، عشان انت مش واخد على كده، ممكن تبقى اسبوع او اتنين لو انت لسه في البداية خالص، لكن مع الناس اللي تعودوا عليها ممكن تبقى جزء من الثانية. الطاقة بتنزل ثم تهضم ثم يطلع الالهامات في ثواني. طلع الالهام، قم بقى اسعى ونفذه. الالهام هيجي لك باللي انت فيه، يعني انت النهاردة جنسيتك ايه، طولك ايه، ابوك بيعمل ايه، دولتك عملتها فيها ايه، الظروف ايه، هيجي لك الهام وفق اللي انت فيه تعمل ايه بالظبط، امشي وراه، هتلاقي الهدف تجلى في حياتك وبقى واقع متجسد. حلو، هقول لكم قصة بتحكي ده بالتفصيل. نرجع لقصة سيدنا موسى. لما سيدنا موسى كان فرعون وراءه والبحر امامه، فركزوا معايا كده عشان تشوفوا حالته. الناس بقى اننا مدركون، قال كلا. شايفين اليقين، شايفين الثقة والايمان بالله، ان معي ربي سيهدين. هو هنا جايب طاقة ايه؟ إن معي ربي سيهدين. خلي بالكم، اللي هيبص عليه أوتوماتيك، الطاقة معدية، أوتوماتيك هياخد طاقة الهداية. كلا إن معي ربي سيهدين، وعمال يبص على اللي بيحصل.
يوم لما طاقة الهداية بقت موجودة، إيه اللي هيحصل؟ ربنا هينصره، طاقة النصر باسم النصير. بهدوء وركزوا معايا بقى، هتلاقي دايما ربنا بيقول، ودي حتة خطيرة هفاجئكم بيها بعد شوية، ربنا قال له فقلنا اضرب بعصاك البحر. ايه ده يعني ربنا ما استجابلوش شق البحر؟ لا، اعمل اللي عليك، اسعى. ربنا مديلك اسباب والطاقه موجوده، لازم انت تعمل يا جميل. يلا قوم واضرب بعصاك البحر. طق بيعمل سبب وفق المتاح، وفق اللي عنده تحصل النتيجه. لازم تكون بتعمل. وخلي بالك الالهام اللي جاله بالبيئه المتاحه، هو مفيش قدامه غير بحر وفرعون وراه ومعاه عصاه ومعاه عصايه. جاله الالهام في الحته دي. وخلي بالكم، عايز اقول لكم معلومه خطيره جدا، كل القصص اللي موجوده في الكتب السماويه عن الانبياء ربنا مش جايبها لنا عشان يحنسنا، زي ما في الموروث الله يسامحه يقول لك معجزات. كلمه معجزه بدعه، اي حد من اللي بيتكلم في الدين قال لك معجزه قول له لو سمحت هذه بدعه. مش انتوا ساعات بتتكلموا في بدعه وتمسكوا في بدعه كده ما هياش بدعه اصلا؟ اهي دي بدعه بقى. يعني ايه؟ يعني لم يسميها الله معجزه ولم يسميها الرسول معجزه، هي آية أو دليل أو برهان. هم طبعا سموها معجزة في الأول، وبعدين راحوا قايلين بقى المعجزات، انتهى زمن المعجزات عشان يحسسك إن الأنبياء دي كلها ده كانت حاجات بتاعتهم مش بتاعتك أنت، ممكن تحصل لك. ولكن ربنا بيقول في القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهي موجودة ومستمرة الآيات إلى آخر يوم في الأرض. فكل حاجة عملها الرسل، لو انت وصلت لنفس الدرجة من الاتصال واستقبال الطاقة بهذا الدعاء، هتقدر تفرغ الطاقات دي بصورة قوية. واللي فاهم طاقة كويس أوي هيعرف انا بقول ايه. واحنا لسه في البداية، اللي درس اكتر كل سنة الموضوع بيفرق معاه جدا، كل مرة ورمضان هو الان بتاخد طاقات اعلى واعلى عشان تفرغ الحاجات دي كلها من عملات طاقية الى عملات مادية ومهارات وخبرات تعمل بيها ما لا يتخيله انسان على وجه الارض. حلو؟ وبالتالي أنا فهمت الموضوع وبقيت منطلق، فهقدر أنطلق، ما فيش شيء في الكون هيقف قدامي. يوم إيه اللي يحصل بقى من ضمن المعقلات تاني؟ إن هما كانوا بيبصوا على الحكام فقال لك أنت لازم تتزلله شوية، اللي احنا بنسميه في علم النفس الابتزاز العاطفي. يا باشا أنا ابني تعبان يا باشا، والنبي اديني حاجة يا باشا. الناس النهاردة عشان تخلي حد يديلها بتعمل له إيه؟ بتعمل له ابتزاز عاطفي. يعني تقعد تتمسكن له، تقعد تتذلل له علشان يدلها. حلو كده؟ فهم للأسف فهموا الموضوع خطأ، ثم أسقطوه على الإله وتم تأليف كاذبا. ودي مفاجأة، معلش أنا أسف عليها، يعني تم تأليف كاذبا، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول وهو كذب إن الله يحب الملحين في الدعاء. وكل أئمة الحديث بلا استثناء إلا واحد قالوا إنه حديث مكذوب، ما حدش عارف مين اللي قايله، ما عرفش مين يعني، حتى يعني في ناس بلغوا في إنه مكذوب وتأليف، وناس قالك ضعيف. المهم إنه هو ما فيش حد فيهم ولا كل الأئمة مجتمعين أقر بيه إلا زي ما اتفقنا قلنا واحد بس. وحتى هو مش منطقي، ما ركزوا معايا كده. يعني لما أنا أقول لحد إنه بيحب الملحين، ده مدح ولا ذنب؟ ده كريم. يعني تخيل كده واحد بيقولك عارف الراجل اللي هناك ده، الراجل ده كريم، كريم قوي، بس بيحب تلح شويه. عشان خاطر اديني كذا، طب سمعني كمان شويه، اديني كذا، طب سمعني اكتر، طب والنبي كمان مره، طب سمعني كمان شويه والنبي. ايه يا عم ده يا عم؟ في ايه يا عم؟ استغفر الله العظيم يا رب. يعني وبعدين فعل يحب في القران ما بيجيش مع الافعال التافهه دي، ما كله بيلح. ده عيل صغير بيزن، اللي بيسميه الزن الالحاح. اي حد يلح ربنا يحبه؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. يعني عيب، شغلهم مخه شويه. ربنا بيحب المحسنين. محتاجه جهد، يحسن، محتاجه عمل. ربنا بيحب التوابين. محتاجه عمل، مش الملحين. ملحين ايه؟ في ايه؟ صباح الفل. المهم مش عارف، انا الموروث ده لان جوايا عانيت منه، فلما اجي ناحيته بتلاقيني انفعلت شويه كده. المهم، وبالتالي من ضمن الحاجات برضه لخبطت الدنيا الالحاح، وان انا اقعد بقى اتذلل ودؤز. وبعدين بقى يقول لك ايه؟ تباكى. اذا ما بكتش تبقى مثل، هتمثل على ربنا يا ابن الذين امنوا. يقول لك يلا يا رب
وبعدين ايه، والله العلي العظيم كان بيتقال لي كده، ما اعرفش انتوا قال لكم ولا لا، كان من ضمن الناس اللي كانوا بيعلمونا الدعاء يقول لك لو ما عرفتش تبكي مثل انك بتبكي. ايه الاشتغاله دي يا عم؟ تضحك على ربنا؟ امثل اني ببكي ويا رب ايه ده؟ في ايه؟ ده واحد مؤمن انا معدي كده اقول الله ده موقن ونعم اليقين، ده خاشع، ولا ده واحد بيعملها مع اي حد ماشي في ما علينا بقى. المهم فتأليفات كتير للاسف اتقدمت، فبالله عليكم انا عايز انسف الصوره الذهنيه اللي عن الاله في الدعاء اللي بيعمل كده. انا لا اقصد اي حد، بس هي بتتقال كتير من ناس كتير وبقت منتشره، والميديا الان بقوا بيصوروها، فتلاقيهم دايما بيركزوا حتى لما يجيبوا ناس بيدعوا في الحرم مش بيركز لك على الخاشع بجد. عارفين اللي بيدعي؟ لا، اللي بيدعي ربنا وممكن بيبقى عامل ازاي؟ دي حالته، هتبص له تلاقي نفسك فرفشت، تلاقي نفسك خدت من الطاقه، انتعشت. واحد لكن تلاقيه بيركزوا في التلفزيون على اللي قاعد وعمال يعيط، ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ وده بيتقدم، وده من منظور نفسي خطر، ده بيضرب لك علاقتك بربنا، خلي بالك، وبينسف اليقين وبينسف شروط الدعاء. فخلي بالك والله عليك بالله عليكم عشان الحته دي. من ضمن الحاجات اللي تم تحريفها كمان كلمه يشاء، خليني بس اقف عندها هنا علشان الصوره تكون واضحه. يشاء برضو من ضمن الحاجات اللي تم تغيير، او مش تغيير بقى، ابعاد المعنى الحقيقي بتاعها في القران. كلمه يشاء بتيجي في القران لله وبتيجي في القران للبشر. حلو كده؟ طيب يعني ايه بتيجي لله وبتيجي للبشر؟ ان انا يشاء بالنسبه لله معناها علم مع وضع الاسباب. يعني ايه؟ يعني مش معناها اللي انت فاهمه يعني عايز، يعني لا، يشاء معناها علم مع وضع الاسباب. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا شاء ان يكون في كفار. يعني ايه؟ يعني عارف ان هيكون في كفار وحط اسباب، بس اللي خدها نهاره اسود. الله، هو اللي شاء. ما انا عارف، ما هو اللي شاء. يعني النهارده مثلا لما شركه الموبايل تشاء ان يكون في زرار ديليت، هي شاءت، انت مسحت حاجه مهمه، انت حر، هو شاء. شاء يعني حط لك الاسباب، ده معنى مشيئه. لو ما كانش يشاء ما كانش حاط ديليت اصلا. زي بالظبط مثلا ان انا دلوقتي اكون في الشغل بنركب انترنت، فقمت لهم لو سمحتوا انا مش عايز الانترنت خالص، شيلها لي، عايز كل الاجهزه بس مش شبكه على الانترنت. كده انا ما شئتش، وبالتالي اي حد هيحاول يدخل على النت مش عارف يدخل على النت. ليه؟ انا ما شئتش. لكن انا شئت يكون في انترنت، يعني سبتها واصله خلاص. وفي نفس الوقت طالما هي واصله، ركز معايا، اذا انا شئت ناس تسمع كلامي وناس ما تسمعش كلامي. انا شئت، بس انت لو ما تسمعش كلامي هعاقبك، دي مشيئتك انت بقى. فهمت اقصد ايه؟ وبالتالي المشيئه لله معناها علم وضع اسباب، المشيئه للبشر معناها معرفه الاسباب او الجهل بيها. الاثنين خلي بالك، معرفه الاسباب او الجهل بيها والاخذ بالاسباب. يعني ايه الكلام ده؟ انتبهوا، يشاء برضو مش معناها ان انا ابقى نفسي او ابقى عايز، لا، خدوا القاعده اكتبوها دي بالله عليكم. ان لم تشاء الشيء الايجابي وتسعى اليه فانت الان شئت السلبي وتسعى الان اليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يا جميل طول الوقت في حاله مشيئه اما للسلب او للايجاب. يعني النهارده لو النور قطع وانت فضلت قاعد، يبقى انت الان تشاء الضلمه. اقعد عيط ومتضايق وقول يا جماعه ايه ده؟ في ايه؟ مين اللي طفى النور؟ انا مش عايز النور. بس انت لسه في الضلمه، انت شئت الان. اللي يشاء النور هيعمل ايه؟ هيقوم يولعه. فهمت اقصد ايه؟ مش عارف يولعه ازاي، هقعد يبحث، مش هقعد يعيط. انا عارف ان انا اشاء النور، وانا عارف ان في ادوات، فانا عمال دلوقتي ادور، فتدويري هو مشيئه للنور. واحد النهارده قاعد مخنوق من المذاكره ومش عايز يذاكر وما بيذاكرش، هو الان يشاء الرسوب. حتى لو هو من جوه مش عايز، فانت على الدوام في حاله مشيئه. بالله عليكم خدوا بقى المفاجاه، عشان وانت بتدعي تبقى مستشعرها. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أكبر، المغرب شكله بيأذن. إنك لا تهدي من أحببت، مغرب الإمارات أذن، وإن شاء الله
يعني هخلص بعد دقائق، انا بفطر بعد شويه فشويه وهقفل الفايل. المهم ايه اكاديمي دي؟ ما فهمتش انت ايه، قول لي بصراحه. يلا ما انت قول لي بصراحه ايه اكاديمي دي. ماشي. المهم فنرجع للموضوع بتاعنا. ركزوا معي، انا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا في القرآن بيقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش اللي انت بتحبه ربنا هيهديه، ربنا هيهدي اللي هيشاء، اللي هياخد باسباب الهدايه هو ده اللي ربنا هيهديه. اقعدوا بقى بروقان النهارده، استمتعوا وانتوا تتدبروا في القران، وشوف كلمه يشاء في القران جايه كم مره ومعناها ايه، لان المقصود انت في معظم الايات ان لم يكن كلها بالمعنى بتاع علم او جهل بالاسباب زي الاخذ بيها. معايا؟ ما النهارده انا مش عارف الاسباب ما باخدش بيها، انا باخد بالعكس دلوقتي. وبالتالي يلا، يرزق من يشاء بغير حساب، شاء انت بس، يعني خد بالاسباب ودور وابحث. ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يلا شاء انت بس. يرزق من يشاء ذكورا ويرزق من يشاء اناثا ويجعل من يشاء عقيمة. اتخين ايه كده وعودي قرفانة ولا مرعوبة من انك ما تخلفيش فدي بتاخدي بمشيئة عدم الخلفة والعقم دلوقتي معايا؟ ولا بداي مثلا واحدة ما بتخلفش التريقة عليها وبتسي بسيئات تشاء العقم الان؟ اصل فينا في حد يقول لي هو في حد يشاء العقم؟ انت مش فاهم معنى يشاء، معناها ايه؟ كل واحدة بتتريق على واحدة انها ما خلفتش هي الان تشاء العقم، هيجيلك اللي انت خدتيه من نفس السيئة بالظبط. وبالتالي ابدأوا عيدوا الآيات تانية كده بروقان عشان تفهم معنى المشيئة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. يلا شغل مخك بقى وارجع للآيات بتاعت المشيئة عشان تفهمها. يعز من يشاء، يعني من يأخذ بأسباب العزة، ويذل من يشاء، من يأخذ بأسباب الذلة. أنت اللي عملت كده وربنا هيديك النتيجة اللي أنت عايزها. وبالتالي مهم تكون واعي بقى إن من شاء فليؤمن، من شاء فليكفر، وأنت اللي بتاخد بالأسباب. فانت النهارده بقيت فاهم ان انا دلوقتي واعي للموضوع ده، واعي ان لما ادعو الله سبحانه وتعالى الطاقه بتحل. انت مدرك بقى الفوائد المذهله للموضوع ده ايه؟ ان اي حاجه في الكون انت عايزها ايا كانت طاقتها موجوده عندك لحظيا. فهمتوا ليه باكد على اللي بيدرس طاقه بيغير حياته؟ سيبك من الناس اللي مش فاهمين الله يخليكوا، واللي ما بيصدقوا يلزقوا المواضيع دي باي حاجه عشان يقعد يخوفك منها في كلام مش فاضي، يقول لك هي دخل، شفت انا كفرتكوا ازاي بالطاقه؟ شفت خليتك تكفر ازاي؟ وبقيت ملحد ازاي؟ ولا بقيت بوزي؟ ما علينا. فبالله عليك سيبك من اللي مش فاهمين واللي بيقعدوا يكفروا كل حاجه دول عشان هيلخبطوا لكم حياتكم. فانت مهم تكون مدرك انك معاك بالبلدي كده العملات لاي شيء في الكون انت عايزه، اي شيء في الكون انت عايزه. فانت مهم تكون واعيها، ومهم انك تاخدها صح طاقيا عشان تبدا تفعلها في حياتك وتنطلق بصوره قويه. وهو ده من وجهه نظري المعنى للدعاء، ادعو الله بالاسماء، الاسم بيحل جوايا، استشعره، اخشع، يحصل الهضم، تطلع الالهامات، تنور في عقلي الطرق بحسب الوضع اللي انا فيه، بحسب الموقف اللي انا فيه، اقوم بمنتهى القوه اعلى واجري بسرعه وعشان انفذه. حته مهمه كمان عشان الموضوع، انا بس كاتب نقاط عشان ما انساش واكون متذكرها. يعني حته مهمه هعمل بيها الحته دي وبتاكد كمان موضوع الطاقه. ركزوا معايا كده، من ضمن الحاجات الرائعه للدعاء، مش احنا ممكن ندعو بالاسماء الحسنى واللي بتثبت انها طاقه؟ في حاجه في الدين اسمها الدعاء بالاعمال. يعني ايه دعاء بالاعمال الصالحه؟ يعني بقى الوسيله برضو. طب تعالى كده فكر معايا كده ومخمخ معايا كده، مش بقول لكم الطاقة محتاجة برهان، محتاجة مخمخة. شفتوا قصة الثلاثة من بني إسرائيل اللي دخلوا جبل والصخرة وقعت عليهم؟ قول لي بالله عليك تفسيرها علميا، انسى الدين دلوقتي. لما يقعد يدعي الله بالأعمال الصالحة معناه إيه؟ يا رب أنا النهاردة مقفول عليا، فأنا طاقتي إيجابية ولا سلبية متلخبطة، فركز معايا كده. يا رب أنا كان عندي أب وكان عندي أم، كنت ببرهم وبعمل لهم كذا وكذا وكذا، ويا رب أنا كنت بعمل كذا عشانك يا رب، وأنت بتعمل كده وأنا بحكي بس، طاقتك بقت عاملة إزاي؟ فهمت بقى إن لازم ذبذباتك تتوافق مع الذبذبات اللي أنت عايزه
عشان لما تقوم تسعى يبقى سعي النفس اكتمل، فسعي الجسد تبقى حاجة ها هتجيب لك نتيجة. واللي سعي النفس عنده سيء بيطلع عينه في سعي الجسد ويقعد يحارب ويقعد يشتغل شغلانات رهيبة جدا ويشتغل صبح وليل عشان يجيب شوية فلوس يدوب تكفي نص أكله حتى هو وعيلته. لكن اللي واعي للمفهوم بتاع الطاقة، ومعظم اللي دارسين الطاقة حياتهم جنة، ومعظم اللي دارسين الناس على فكرة، خدوا قاعدة، أنا قابلت بحكم شغلي في علم النفس ناس والله العظيم في أعلى موسوعة فوربس لأغنى أغنياء العالم، منهم من أعلى 10 قابلت منهم 2 فاهمين كويس قوي الطاقة ودارسين واخدين كورسات لا تتخيلوها عشان يقدر يحول الأفكار لفلوس ويقدر يفهم إذا ده بدي صح وياخد الطاقة دي. ولو تتبعت وراء اللي عاملين حاجات قلب الدنيا اصلا، خلي بالكم السوفت وير هو طاقه اساسا، بس احد تجسيدات الطاقه في انه سوفت وير. يعني الطاقه كل ما تتكثف اكتر تبقى فكره، تتكثف اكتر تبقى احساس، تتكثف اكتر تبقى مسائل، تتكثف اكتر تبقى حاجه رخوه مثلا، يعني حاجه رخوه كده او مرنه او جلد، تتكثف اكتر تبقى حاجه صلبه، دي كلها تكثفات للطاقه. فالاخف درجه اللي هي مش مرئيه اللي الناس كلها لا يؤمنوا بيها للاسف، ومش عشان مش شايفها لا تؤمن بيها، هي موجوده بس انت لا تؤمن بيها والدين كله بيتكلم عليها. فمهم جدا تكون واعي بقى انك كل ما تبقى مدرك انك معاك عملات بكل الكون هتدعو. يعني انا ممكن كمان عشان ازود ان الدعاء بتاعي يحصل، فيحصل الهضم فتجيلي الافكار فاقوم انفذها، وده اجابه الدعاء. فانا مهم تكون ذبذباتي عاليه، فاغمض عيني وتذكر الاعمال الجميله اللي انا عملتها، فتحل الطاقه بتاعه الاحسان، والطاقه دي ذبذباتها عاليه، فمع الاحسان الافكار بتاعته هتيجي، فهتقوم تعمل حاجات ربنا هيسر لك بيها حاجات لا تتخيلها. هقول هنا حاجه خطيره جدا بقى، من ضمن اكتر الحاجات اللي بتدمر طاقه الدعاء وتخليه لا يستجاب ليك او ما يحصلش، انك تقعد. خلي بالك بقى، انت بقيت فاهم الطاقه. لو انا النهارده قاعد بدعي على حد، يا رب اشوف في يوم دمره يا رب، انت الان بتحل عليك طاقه ايه؟ طاقه التدمير. اي جميل، بتحل عليك طاقه التدمير. وهقول لكم حاجة خطيرة جدا تؤكد بالبرهان الجلي ان الموضوع كله طاقة، مثال وهرجع لكم للحتة دي. لو انا النهاردة عندي موبايل، والموبايل ده فيه صورة، الصورة سوفت وير ما هيش صورة بجد، فانا بعتها لك، اذا الصورة موجودة عندي بتخرج بشكل بلوتوث او اي ترددات بقى، وحتى لو بعتها ايميل تدخل تتحول لذبذبات معينه تنتقل عن طريق اللي هي الديجيت 01 اللي هي الباينري سيستم، يعني تقوم متحوله للطاقه دي وتتفكك تاني وترجع على تتحط على موبايلك او على ايميلك. بس انتبه، لما ابعت لك صوره لازم تبقى عندي الاول عشان ابعتها لك، وبالتالي بعد ما ابعتها لك ما بتروحش من عندي، عندي سوفت وير طاقه. يعني مثال تاني، انا عندي معلومه، لو انا عندي قلم اسود وانت عندك قلم ازرق، اديت لك الاسود وخدت الازرق، فانت معاك قلم وانا معايا قلم، خلاص. لكن لو انا عندي معلومه واديت لك المعلومه اللي عندي، فهي لسه عندي وعندك، وانت اديت لي المعلومه اللي عندك فهي لسه عندك وعندي، فانا بقى عندي معلومتين وانت عندك معلومتين. الطاقه يا جميل لما تنفقها بتزيد. بتزيد ليه؟ لان بتفضل عندك وتزداد. الماده لما تنفقها بتروح. عشان كده الصدقة معناها ايه؟ تصديق على طاقة الغنى. فانت بتستشعر طاقة الغنى وانك اعلى من هذا المبلغ، فبتخرجه عادي، الطاقة موجودة فتتحول لفلوس بعد كده. فهمتوا بقى؟ الطاقة بتفصح حاجات كتير. وبالتالي مهم جدا تكون واعي بقى ان انا لما بدعي على حد، الطاقة بتحل عندي الاول وبتروح له. عشان كده فيه مقولة مشهورة جدا، إن ملائكة بترد عليك وتقولك ولك مثله في الاتنين يا جميل، في الاتنين. فانتبه بالله عليك للناس، لما تلاقي حد باسم الدين وده لا يمت للدين بصلة، اوعى تأمن وراه. اللي يقعدوا يقولوا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ويتم نساءهم وشتت أطفال، يخرب بيت الفجر، استغفر الله العظيم يا رب، دي طاقة مدمرة، اوعى تأمن وراها.
تقوم مغمض عينك كده وتتبع سنة رسولك. اللهم هدهم فإنهم لا يعلمون، اللهم هدهم فإنهم لا يعلمون. ولو أنت في حرب ركز على نفسك يا جميل، اللهم انصرنا، اللهم انصرنا، اللهم أعزنا، اللهم انصرنا، اللهم احفظنا. مالكش دعوة بالطاقة بتاعت الآخر خالص، ما أنت فاهم الطاقة وفاهم الدنيا، عشان كده مهم تكون واعي. أدعي أن ربنا ينصرني، خلاص أنت انصرت، الله أعلم ربنا يعمل فيهم إيه وهم حرين. لكن الطاقة بتاعت الغل والحقد دي، هتصدق كل ما تمنيت لحد حاجة هتحصل لك، ما أنت تستحضر الطاقة. ده دعاء يا جميل، مجرد استحضار الطاقة أنت استدعيتها، فتبدأ تأثر فيك سلبا. فهمتوا بقى ليه لما يكون حد سلبي، لما حد يقعد يدعي له بيحصل بسرعة، ولو هو سلبي قصدي بيدعي عليه بيحصل له بسرعة، لأن الطاقات زي بعض. لكن تدعي له ما بيعملش، هو اللي ما بيسعاش مش هيحصل. فهمتوا الخطورة فين؟ ادعي لحد للصبح هو لم يشأ، زي قلتها الطاقة راحت لك وقفت عنده، لكن اللي عنده كله سواد، فما بيحصلش الإجابة، ما بيشوفش النتيجة. فمهم جدا تكونوا مركزين كويس قوي. اسمع الحلقة مرة واثنين وثلاثة، افهم الطاقة. انا يمكن في حاجات انا عاملها بعمق على الأكاديمية بقى، كورسات مكثفة اكتر للي عايز يستفيد، هتلاقيها على أكاديمية عمارة www.amara-academy.com. وبأكد تاني الناس اللي عم يسألوا على كورس الطاقة، انا زي ما قلت لكم ما كنتش ناوي انزله، علشان كنت هسجله وعايز تسجيله مور بروفيشنال اكتر، بطريقة اكثر تركيزا وقوة، ولكن مع ان كان الميعاد بتاع اللايف السنوي ما تعملش، فنزلته مؤقتا وسحبته عشان بنعمل تستك كده وبنكلم الناس عشان نشوف الاخبار ايه. ان شاء الله وعدتكم ان اول بس ما الحظر يبدا يختفي هنزله تاني فتره، لغايه ما ابدا اسجله بصوره مكثفه باذن الله. فالاكاديميه فيها كورسات مكثفه، اللي عايز ياخد حاجات اعمق تفيده في حياته اكتر. انا عامل حاجه بفكر بيها عشان في ناس ما يعرفهاش، وهي ليها قصه محببه الى قلبي. كنت لما اسافر دول اجنبيه ساعات كنت بدخل اماكن الاقيهم صاحب محل مش موجود وحاطين الاسعار، وانت بتخش وتفتح الدرج تاخد فلوس الباقي بتاعك وتحطه، والفلوس موجوده والناس كلها مؤتمنه. فكنت بقول يا سلام، الناس دي بتطبق الدين صح، ولكن احنا للاسف عمالين نتهمهم بكلام سلبي. يا سلام لو عملنا كده. فكانت لي فكره جميله جدا، ان الكورسات الاساسيه في الاكاديميه اللي بتعمل نقله نوعيه في حياه الناس اعمل فيها الحركه دي. الكورس ثمنه مثلا $150 زي قوة كلمة تفكير. في ناس ممكن تكون دلوقتي وضعها المادي ما يقدرش عليه، فقلت يا جماعة هو ثمنه كذا، ولكن أنا عامل تسهيل بيني وبين ربنا عشان ربنا يبارك في رزقي، للي دخله أقل من $300 إن هو أنا واثق فيك مش هسألك، بينك وبين ربنا هتاخده التخفيض معدي 80% تقريبا، هيوصل $35 اللي هو ولا حاجة، يعني أكلك وشربك وشوية حاجات بتلبسها ممكن تصرف أكتر منهم في حياتك، لكن ده هيغير حياتك تغيير جذري. فالكورسات الأساسية أنا كل أول يوم من الشهر الميلادي، يعني يوم 1/6 1/7 يوم 1 24 ساعة، بينزل التخفيض فقط لأصحاب الدخل الأقل. ومش عايزك تسمي نفسك من الدخل الأقل، قول أنا النهاردة في ظرف ما، وإن شاء الله أنا ماشي في تراك الغنى بإذن الله. الأغنياء حس بغناك، اعرف انك الان بتنفق عشان ربنا يوفقك. هذه فقط للي عنده معيقات الان وحاجات تحديات بينطلق فيها. لما تبدا انا عامل الكورسات الاساسيه اللي تساعدك تنطلق في حياتك بالاسعار المخفضه. من بعد كورس الطاقه فما فوق دي الماز ودايموند وذهب، مش اساسيه. فاذا ما شدتش حيلك وبذلت جهد وطبقت، مش هتستحق الذهب والالماز يا جميل والياقوت والمرجان. فما تقعدش تقول بقى انا عايز ياقوت، فين ياقوت رخصولي؟ الياقوت والالماز والمرجان للي يقدره وبيسعى ليه. شد حيلك، طبق الحاجات الاساسيه الاول. عندك حاجات مجانيه كتير اعملها عشان رزقك يعلى، فتستحق الاعلى والاعلى ان شاء الله. يا رب يجعل كل ايامكم جنات ونعيم. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، واسمع الحلقة كذا مرة عشان وعيك بيها يعلى. الحلقة الجاية فيها تخبيط أكبر بكتير، فاستعدوا لبعض المفاجآت المزلزلة بمعنى الكلمة. أحمد عمارة.